استاذ مرعي تسمعوني؟ تمام وائل سامعك. تمام. معك الأزهر. الدكتور مروان جاي؟ نعم صحيح، بس هكا يعني رقائكم يكون معنا إن شاء الله على وصول. أنت مفتح على الإس أول ما بفوت تستطيع المايك. الدكتور مروان معنا يا مرعي. مرحبا. اهلا وسهلا يا دكتور. سلامات، كيف انت دكتور مالك؟ الله يخليك دكتورنا، يسعد مساك. استميحك عذرا دكتور، بعتذر على التاخر. الله يخليك. والزملاء جميعا. انا عارف دكتور، انا بالغ السعاده انه نستضيفك في هاي الحلقه دكتور مالك، اللي هي راح تكون الأخيرة لهذا العام الدراسي اللي بنتهي بعد بكرة. هلا بس بعد إذنك أنا بدي أكون وراك، فأنا اللي بدي أعمل اللقاء الختامي إذا سمحت لي بعد كم يوم، تكاب سلسلة استكشاف العلوم
للعام الدراسي الماضي أو الذي شارف على الانتهاء. دكتور مالك هو صديق وهو جار. الدكتور مالك من كفر أمان العظيمة اللي تبعد عن عنبتها 5 أمتار ونص. فإحنا يعني وهذيك اليوم كنت في زيارة لكفر أمان اللي إحنا قضينا طفولتنا في جبالها وديانها لقط زعتر ورنجوس وهيك. فأنا بتشرف إنه يكون معنا دكتور مالك للآن هو ساينتست عظيم في بريطانيا doing fantastic work research في البرين سيرجري والبرين ساينس. وبالذات حديث اليوم راح يكون على الستم سيلز and نيورو ساينس and you know whatever. وهذا طبعا حقل طليعي في مجال أبحاث الدماغ وعلاج الدماغ وجراحة الدماغ. دكتور مالك most welcome. راح يكون معنا اليوم by the way. استحدثنا قبل كم I think المرة اللي فاتت مرعي مش هيك المرة اللي فاتت قررنا دكتور مالك اللي يكون المودريتر طالب. هل قد كانوا طلابنا عظيمين so we decided might as well have them actually moderate and lead the conversation. فالشاب اللي عنده اليوم مرعي من الهاشمية لا؟ نعم الهاشمية اسمه وائل الأحمد. هاي وائل معنا موجود دكتور. طيب تفضل لمرعي. تفضل يا وائل. take over. نعم. يلا تفضل. أوكي. تفضل يا وائل. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة ومرحبا بكم في هذا اللقاء المليء بالعلم والمعرفة. سأعرف عن نفسي. أنا الطالب وائل الأحمد من الصف العاشر المدرسة الهاشمية الثانوية للذكور في محافظة رام الله والبيرة. نستضيف اليوم في هذا اللقاء المليء بالعلم والمعرفة دكتوراً فلسطينياً يسكن بريطانيا يعد من أشهر جراحي الأعصاب على مستوى العالم دكتور مالك الزبن. دكتور مالك الزبن ابن قرية كفر رمان شرق طول كرم. لمن يعرف قرية كفر رمان فهي تقع قريب قرية بلدة عنبتة كما ذكر دكتور مروان. تحيات طبعاً لكل أهلنا في كفر رمان وعنبتة ومحافظة طول كرم كافة مما يتابعون على البث المباشر. الدكتور مالك الزبن جراح فلسطيني في مجال الأعصاب تخرج من جامعة القدس عام 2002. حمل الدكتور مالك عدة شهادات منها شهادة الدكتوراه حصل عليها من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا وحصل على أيضاً على شهادة البوستدوك بالإضافة إلى عدة إنجازات منها حصولها على جائزة أفضل عرض تقديمي على مستوى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مجال العلوم والجراحة الأعصاب. طبعاً للدكتور مالك شخصية مهمة وكبيرة سبقت صورته وصيته معظم أعين الناس. فما كان من الدكتور مالك طبعاً إلا أن يصبح من أكبر الشخصيات المهمة في هذا العلم والمجال. فلا أظن أحد منا لا يعرف الدكتور مالك واكتشافاته خصوصاً على مستوى مرض الصرع وعلاجاته الهامة. وهذا يجعل الدكتور مالك إحدى الشخصيات الفلسطينية المهمة التي علينا أن نستفيد منها باعتباره أحد الشخصيات الرائدة. لكي لا أطيل الحديث عليكم طبعاً دكتور مالك الزبن سأمنحك المايك للتكلم، ولكن قبل هذا أريد أن أنوه عن من يريد أن يفتح الكاميرات من المشاركين يستطيع فعل هذا، ولكن أنصحكم بعدم رفع أيديكم وعدم كتابة الأسئلة حالياً لأنه سيكون هناك فقرة مخصصة لهذا الكلام بعد ساعة من الشرح. دكتور مالك الزبن تفضل المايك معك. وائل شكرا أبدعت. إن شاء الله نكون دائما حسن ظن الجميع فينا. شكرا على المقدمة وعلى الإطراء اللطيف. ما شاء الله عنك زي ما حكى الدكتور مروان أنتوا أمل المستقبل. يعني إحنا إن شاء الله اليوم نعطيكم هيك مثال كيف يعني وصلنا وين إحنا. وأنا قبل كم من سنة كنت مكانك وكنت بقدم أساتذة ودكاترة، فأنا بشوف فيك المستقبل وبشوف ما شاء الله عليك صفات قيادية. أتمنى لك التوفيق وكيف أون زي بحكوها. إن شاء الله عنك. تسلم تسلم.
قبل ما أدخل على محاضرتي مداخلتين بسيطات إذا بتسمح لي وائل بتترأس الجلسة وبحضور الدكتور مروان. دكتور مروان شكرا جزيلا على المقدمة اللطيفة، وحقيقة أنا بعتز بهذه الكلمات وبعتز بشهادتك فيه، وإن شاء الله دائما يكون عند حسن ظنكم فينا. دكتور مروان، المبادرة اللطيفة باستكشاف العلوم هذه مبادرة متقدمة، وأنتوا سبقتوا فيها حتى دول زي بريطانيا في بالأفكار بالعطاء وبال يعني حقيقة نظرة نافذة وإشراك الطلبة بهذا الشكل. يعني هذه مبادرة واعدة، نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يكون لها ما بعدها. وأنا بعرف أنه حكينا أنا وياك الأسبوع اللي فات أنه في أفكار كمان لتطوير الفكرة أكثر وأكثر، ودائما إن شاء الله إحنا بنكون معاكم وبنكون على استعداد إن يكون لنا مساهمة في أي وقت أنتم بتشوفوا مناسب. قبل ما ننسى مشان برضو في الزملاء جميعا، يمكن بس حذكر اسم الأستاذ الأخ مرعي اللي أنا أزعجته دوشته وغير يا مرعي ويلا، فأنا دوشتك متأسف، جارنا في بيت ليد إن شاء الله ظل اللي مسموح بس أمر على أبلس كل يوم لما بدي أمر لما أروح، فمشكور على جهدك معنا. الإخوان برضو في الإنترنت والمشرفين جميعا كلهم باسمه وصفته، يعني مشكورين جدا على هذا الجهد الرائع. مشان ما نطولش على الحضور، طبعا أنا معتز كثير كمان إنه بالإضافة للطلبة في كثير من الأساتذة موجودين معنا، وهذا إشي برفع الرأس، وبعض الموجهين كمان الأستاذ ملاك شكرا لكم لاهتمامكم، ولا إن شاء الله إنه اليوم يكون إن تحقق الفائدة المرجوة من هذا اللقاء. خليني أشارك السلايدات تبعوني. تمام. هلا محاضرة اليوم حقيقة من شقين، الشق الأول اللي هو يمكن الجزء العلمي منها، الشق الثاني أنا يمكن أتحدث فيها شوية عن مسيرتي أنا، ومش لأني بدي أحكي عن مسيرتي أنا بس يعني إنه والله ها أنا ذا، لا هي أكثر للزملاء ولأبنائنا الطلبي ليشوفوا كيف yes it is possible، وهو فن الممكن وكيف الواحد ممكن انه يصير او يوصل. ف بس انا مش عارف شو المشكله. تمام، الشق الاول اللي هو الشق العلمي من هذه المحاضره، الشق هذا ان نتكلم عن الخلايا الجذعيه في الدماغ. وهون أنا بدي أبدأ من أحكي عن الجهاز العصبي وأحكي عن الدماغ كعضو مهم من الجسم. ده ما بتعرفه يعني الدماغ، يمكن أنا أكون شوي متحيز للدماغ بصفتي جراح مخ وأعصاب، ولكن يمكن الجميع بيتفق معي إن الدماغ هو أساس الجسم وهو مركز السيطرة والتحكم بكافة أعضاء الجسم بدون استثناء، أكاد أجزم. ولو بدنا نقعد نعدد الوظائف تبعت الدماغ بدنا محاضرة لحالها، ويمكن الدماغ وأجزاء أساسية من الدماغ هو اللي بيميزنا عن سائر الكائنات الحية كبشر، نون يعني أهمية الدماغ. أنا كدكتور أمراض عصبية طبعاً بتعامل مع العديد للأسف الشديد من الأمراض اللي هي بتنتج عن تلف خلايا وأنسجة الدماغ، ولا سيما لما تصير عندنا إصابات من حوادث المرور أو إنه تصير عندنا السكتات الدماغية أو ما يسمى بالجلطات. يمكن كثير منكم سمع والله جارنا صار عنده جلطة أخذوه على المستشفى، شو اللي بصير؟ أحد الشرايين اللي بتغذي الدماغ بتكون سكرت، وبالتالي هذا يؤدي إلى تلف بأنسجة الدماغ. في برضه يمكن سمعتوا في مرض الألزهايمر اللي هو
الخراف الكهلي بالترجمة العربية أصعب بالإنجليزي، فهو ألزايمر ديزيز اللي هو بتعرفه نتيجة هذا كيف يكون طبيعي الدماغ، كيف بصير دمور في الدماغ وبالتالي بصير عندنا فقدان للذاكرة، وبالتالي لما بالذات لما نكبر إحنا في السن. مرض كمان شائع وأكيد يمكن حدا شفته حد زملائكم في المدرسة أو بالحارة أو بالحي اللي انتوا ساكنين فيه اسمها، اللي هي مرض الصرع أو ما يسمى بالشحنات الكهربائية الزائدة والتشنجات. هذه أمور إحنا بنشوفها دائما كتير ونتعرض لها كأخصائية جراحة مخ وأعصاب، ولما بتيجي تطلع عليها من ناحية علمية هذول كلهم بتشاركوا بشغل واحد فقط اللي هي في عنا تلف لأجزاء من الدماغ. ودام عندنا تلف لأجزاء من الدماغ معناته هذا الجزء من الدماغ راح يفقد الوظيفة تبعته، وبالتالي إحنا بصير عندنا loss of function، وأهم function للدماغ زي ما إحنا نعرف اللي هي قدرتنا على التعلم وقدرتنا على التذكر. يعني لو اليوم أنتوا في عندنا أي تلف في أنسجة الدماغ لما كان عندكم القدرة تكونوا معي بهذه المحاضرة وتسمعوا لي. ومن هون أجت فكرة إحنا يعني كل الأدوية الموجودة حالياً لعلاج الأمراض العصبية هي أدوية مشان تأخر المرض أو إنها تبطئ تقدم المرض، لكن لحد الآن معظم الأمراض العصبية ليس لها علاج. ومن هون أجت فكرة يا جماعة الخير إذا إحنا عندنا تلف بالدماغ هل ممكن إحنا نستخدم أي خلايا مشان نعوض هذا التلف؟ خلايا ممكن تعطينا جزء ولو جزء بسيط من الدماغ، وبالتالي ممكن هذه انها ايش تعيد ولو جزء من وظائف الدماغ اللي ضاعت. فهون مثلا اجت فكره ايش انه نبلش نفكر بخلايا زي الخلايا الجذعيه اللي حنحكي عنها باستفاضه اليوم. طيب نيجي نتكلم شوي بالخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعية عشان أفهمها لازم أنا أول إيش أتذكر كيف تطور الدماغ وكيف تطور الجسم. إذا بتتذكروا إحنا يا جماعة الخير أصلنا من خلية، الخلية هذه نتجت عن عملية تلقيح وبعدين أعطتنا خلايا وأعطتنا إيش الجسم بشكل عام بما في الجهاز العصبي والدماغ. تعالوا مع بعض نشوف هذا الفيديو ونشوف إذا نقدر نتعلم كيف هذه العملية. صار فيديو قصير مدة دقيقتين فتنتبهوا معي لو تكرمتوا. كالعادة الفيديو بدوش يشتغل. متأسف بس سلام في صار إشكالية بالفيديو، خلينا نرجع كمان مرة. هيك جرب هلا. اها تمام. هنا كيف تتكون البويضة زي ما احنا شايفين، البويضة مع اتحاد بويضة مع حيوان منوي اللي هي عملية التلقيح. نبدأ بخلية واحدة، تصور الجسم خلية واحدة ومن ثم خليتين، الخليتين بينقسموا بيعطونا أربع خلايا وهلما جرى، وأربعة بيعطونا ثمانية، وتستمر المسيرة في بناء خلايا مشان تعطي جسم الإنسان مع الوقت. شايفين هنا بلشت تصير عملية كتلة من الخلايا، الخلايا هذه بنسميها خلايا جنينية وهي ستيم سيلز، يعني هي أصل الإنسان وأصل الجسم زي ما أنتم شايفين. هذا بعدين تنقسم لجزء داخلي اللي بسموها الإنر وجزء خارجي. عن هنا بلش الجنين يدفن نفسه في جدار الرحم، هاي الخلايا الداخلية زي ما نحن شايفين هنا هي اللي بتبلش تعطينا جسم الإنسان. أول إيش بصير على شكل ديسك، يا هذا الديسك لو تيجي تأخذ فيه أنت مقطع عرضي بيكون مكون
من طبقتين فقط، بعدين تصير ثلاث طبقات، وكل طبقة بتعطي أجزاء محددة من الجسم. ومثلاً الجهاز العصبي بيجي من الطبقة الخارجية. بعد ما تتكون هذه الطبقات، يصير كل طبقة تعطي جهاز، يصير شكلنا على كيوب زي كيوب. بعدين يصير الانتناءات تنعطي الإيدين، تكون الرأس، وقت الرأس طبعاً الدماغ، بلش نشوف العين. وهلما جرى هيك بهذه الطريقة بتكون إيش الجنين. فلو نيجي نراجع هذه العملية مع بعضنا البعض، إذا بلشنا من خلية واحدة، أعطتنا من مجموعة من الخلايا الداخلية اللي إن هدول بنسميهن الإمبريونيك ستيم سيلز، يعني خلايا جنينية جذعية. وهذه الخلايا عندها قدرة، تعدد القدرات، تقدر جزء منها بيعطينا القلب وجهاز الدوران وبما فيه الأوعية الدموية، جزء تاني بيعطينا جهاز المناعة بكافة تشكيلاته، وأهم بالنسبة لمحاضرة اليوم طبعا تعطينا الجهاز العصبي بما فيه الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب الطرفية وكافة أجزاء الدماغ، كلها تبتيجي من إيش؟ من هذه الخلايا اللي هي الجنينية. من هون أنتوا تشوفوا كيف يعني أجت الفكرة، جاست إنه أنت تكون فاهم أصل الأمور خليك تجي تفكر، طب لو أنا صار عندي تلف بالدماغ معناته ممكن الجزء اللي تلف، لو أنا تحصلت على خلايا جنينية جذعية ممكن إني أجي عوضه. حطيت الكسورة الشجرة هون على أساس إنه نرسخ الفكرة، منين أجت فكرة كلمة الخلايا الجذعية؟ عندي الجذع للشجرة ستيم، هاي كسمهم بالإنجليزي ستيم سيلز، يعني عندك ستيم، ومن الستيم طلع عندكم فروع وأفرع وتفرعات وأغصان وإتسترا، وهدول بيعطونا أوراق وثمار والآخرين، بس كله الأصل طالع من نفس الستيم على نفس المبدأ، ومن هون أجت التسمية على أساس أنه تكونوا بس بالصورة. فمن هون أجت إحنا إلا كعلماء مهتمين بهذا الموضوع، أجت فكرة أنه إحنا إذا بنقدر نأخذ هذه الكتلة الداخلية من الخلايا، بنقدر نأخذها نحطها في بيتري ديش أو صحن، ما أعرفش كيف ترجم الحرفية لكلمة بيتري ديش، اللي هو يعني في المختبر، ونقدر إحنا نيجي نكثرها بأي شكل بدنا إياه. وبعدين اليوم إحنا بنقدر نتحكم بمصيرها لهذه الخلايا، يعني إذا أنا بدي أخلي هذه الخلايا تعطيني خلايا دم زي ما بصير في مرض اللوكيميا اليوم مثلا، ممكن إنه أنا أجي أستخدمها لعلاج اللوكيميا، ممكن إني بدي إياها لخلايا أخرى، لكن ولا سيما طبعاً بعنا قدرة إن نوجه هذه الخلايا عشان تعطينا خلايا عصبية. وهذا الحكي طبعاً من لما تم اكتشاف هذا الكلام أعطانا أمل إنه يا عم طب ماشي، الخلايا اللي بتموت لما يسكر شريان في الدماغ معناته إحنا ممكن نيجي نزرع هذه الخلايا في الدماغ، وممكن إنه إيش ينتج عن هذا الحكي، ينتج عن هذا الحكي إنه ونوجهها، يعني نزرعها وبعدين نعطيها الدواء المناسب، نوجهها عشان تعطينا خلايا عصبية، وبالتالي يتم تعويض وتصليح التلف. وإذا تم تصليح التلف بهذا الشكل إنه إيش الوظيفة تبعت هذه الخلايا تعاود ترجع. إذن بس شو طبعا يعني هذا الموضوع كان لما طلعنا في هذا الموضوع كان عندنا صرعة إنه يعني في العلم طبعا في إشكاليات، زي معظم الأمور في العلم وفي البحث دائما في إشكاليات، ودائما إحنا كناس باحثين ومتخصصين في هذا الموضوع سعينا مستمر إن إيش نتخطى هذه الإشكاليات. أول إشكالية بالنسبة لنا كانت اللي هي أمور محاطة بموضوع الأخلاقيات، هذا الموضوع يعني بالآخر أنت هون بدك تيجي تأخذ جنين، تأخذ الخلايا من هذا الجنين، وبالتالي هذا الجنين رح يموت. مظبوط هذا الجنين ما تشكلش، بس في هون طبعا يعني كثير أمور أخلاقية، وطبعا في مختلف الأديان عليها خلافات كثيرة. مثلا خلت الرئيس الأمريكي بوش في أمريكا يلغي قرار من الكونغرس إنه يمنع استخدام هذه الخلايا في البحث العلمي من هذا الباب، إنه كان في معارضة شديدة لهذا الموضوع. إذا أنتم موافقين أو معارضين هذا الموضوع، هذا الموضوع مش موضوع محاضرتنا، بس هذه أحد الإشكاليات في هذه الطريقة لعلاج أمراض الدماغ. الإشكالية الأخرى طبعاً إني أنا بدي أجيب خلايا من حد تاني وحطها في دماغ
المريض، هذه الخلايا تعتبر خلايا غريبة على الجسم، فالجسم ممكن يرفضها وتموت هذه الخلايا، فنسبة النجاح كانت ضعيفة. أو إني بضطر أعطي المريض مثبطات لجهاز المناعة، وبالتالي طبعاً هذه بتصعب أمور المريض وممكن تعرضه لإيش لإشكاليات أخرى مختلفة. الأمر الثالث عن هذه الخلايا اللي شفناه أثناء البحث، إنه هذه الخلايا ممكن تبلش تنقسم وتخرج عن سيطرتنا، وبتعرفوا إذا انقسمت أكثر من اللزوم وبتعطينا أورام وسرطانات، وبالتالي كان في جزء كبير من البحث إنه أوكي أنا بدي أجيب خلايا أزرعها، بس بديها تعطيني عدد محدد من الخلايا، بس ما بديها تعطيني عدد لا متناهي من الخلايا وأفقد سيطرتي عليها. فهذا علاج موجود كان له نجاحاته في بعض الأشياء، مش كتير نجاحات، كان لاقى نجاحات في إيش في أمراض الدماغ، ولكن لا زال البحث مستمر في هذا الموضوع ولساتنا نتعلم أكثر أكثر على هذا الموضوع. من هذا المبدأ أجت فكرة إنه يا جماعة الخير طب تعالوا نفكر، بلاش الموضوع، خلينا نتخلص من موضوع أخلاقيات والصعوبات اللي تابعة. طب شو بصير لو جينا أخذنا إحنا خلايا جذعية stem cells من المريض نفسه؟ هل في أي أجزاء من الجسم ممكن نأخذ منها خلايا؟ اكتشف العلماء إنه يا جماعة الخير البون مارو نخاع العظم، وما أكثر العظم في جسم الإنسان، مليان خلايا جذعية. هذا الخلايا الجذعية بتظل تنتج، شو بتنتج بشكل أساسي؟ بتنتج خلايا الدم وخلايا لها تدخل في 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 فيما يتعلق في موضوع المناعة تبع جسمنا. بس برضو لما أخذنا هذه الخلايا حطناها في صحن في المختبر ودرسناها، لقينا إنه برضو بنقدر نتحكم في مصيرها لهذه الخلايا، ممكن تعطينا خلايا عصبية، وبالتالي صار فكرة إنه والله لو مريض عنده ألزهايمر وعنده تلف بالدماغ، إحنا ممكن نأخذ خلايا من نخاع العظم، نعاملها، وبعدين ومن ثم نزرعها في الدماغ ونشوف إذا هذا الحكي ممكن إنه يصلح الأمور أو لا. طبعاً كان الصعوبة الأساسية إنه هذه الخلايا لما تحطها في الدماغ بالمعظم كانت تموت، لأنه الدماغ ما كان هو البيئة المناسبة لهذه الخلايا عشان تعيش. بعدين طلع واحد من الاثنين من العلماء، وهذول اخذوا عليها جائزه نوبل برايز، اخذوا عليها جائزه نوبل في 2012، يمكن في بعضكم بيعرف، العالم البريطاني جون والياباني تشاركوا اثنين في جائزه نوبل في 2012. شو اكتشفوا؟ اكتشفوا يا جماعه اذا نقدر ناخذ خليه حتى من الجلد، يعني بتزمش تفتح العظم ولا اي شيء، من الجلد نقدر ناخذها وتكون خليه جلديه، نرجعها لأصلها كأننا بنرجعها أولموست يعني خلية جنينية، وبعدين نعاملها في الصحن في المختبر، وبالتالي شو اللي بينتج عن هذا؟ بنكثر الخلايا، وبعدين بنقدر نحولها لخلية عصبية وبعدين نزرعها. طبعا هذا الحقيقة كان ممتاز، لأنه أنت بتقدر تأخذ الخلايا من نفس المريض وتعطيها، وبالتالي نسبة رفضها كانت أقل. لكن أحد المشكلات اللي لا زالت بتواجهنا اللي هي كيفية السيطرة على هذه الخلايا بحيث إنها ما تستمر بالانقسام وما تتحول لسرطانات. فهون عندنا يعني زي ما انتم شايفين على الأقل طريقتين أو ثلاث، يعني إنك تأخذ embryonic stem cells جنينية، أو تأخذ من نخاع العظم، أو إنك تأخذ حتى خلايا already هي صارت adult يعني بالغة من الجلد، او من خلايا اخرى، ترجعها لاصلها وبعدين تزرعها وتحولها زي ما بدك، او تحولها بعدين تزرعها. لكن كل هذه الامور لا زالت بتعاني من بعض المشكلات، ولا سيما انه كيف نتحكم فيها زي ما احنا بدنا، وكيف انه ننتجها بشكل كافي عشان تعطينا الوظيفه المرجوه من العلاج. من هون أنا بدي إياكم أنتوا كأساتذي وكطلاب تعرفوا اليوم في حكي كتير عن الخلايا الجذعية، ولا سيما أقول لك وفلان صار عنده حادث سير وعنده شلل، في بيحكوا في أوكرانيا عن علاج بالستيم سيلز، شو رأيك يا دكتور في الموضوع؟ الرجاء تحري الدقة بهذه الأمور، مهم جدا إنه إحنا نثقف المجتمع في هذا الموضوع. هذه علاجات واعدة، ولا يعني أنا متوقع خلال السنوات الجاية حنشهد طفرة في هذا الموضوع، لكن لازلنا في طور البحث العلمي،
ولحد الآن بالذات في أمور الأمراض العصبية ما دخلنا إنه هي علاج إيش متقدم، تمام؟ هذا بتاريخ اليوم طبعاً، والأمور تتقدم بسرعة ونشوف كيف ممكن شو الأيام والسنين الجاي شو مخبيت لنا، وإن شاء الله مخبيت لنا كل خير. من هون العلماء صاروا يفكروا، طب يا عمي إذا العظام فيها خلايا جذعية والجلد ممكن تحويله خلايا جذعية والكبد اكتشفنا بعدين إنه في خلايا جذعية، طب يا عمي شو وضع الدماغ؟ شو وضع الدماغ؟ نيجي يعني من حقنا نفكر، طب إحنا الدماغ طبعاً ماشي، إحنا فاهمين إذا ماتت خلايا الدماغ الدماغ لا يصلح نفسه، معناته غالب الظن إنه الدماغ فيش فيه خلايا عصبية، لكن هل هذا الحكي صحيح؟ طبعاً أنا لما خرجت من كلية الطب 2002 كنت فكر إنه عن جد فيش خلايا جذعية في الدماغ، ولكن الموضوع كان سابقنا بسنوات. هون أهمية إنه الواحد يطلع بريت الصندوق، وانتو كطلاب مدارس اليوم عندنا الانترنت وتغيرت، لما انا كنت بجيلكم كان يمكن عربتها كلها فيها كمبيوترين، اليوم الدنيا تغيرت ومشت، فالواحد يتطلع ويتنور ويشوف وين العلم واصل. فكان اكتشاف تخيلوا بالستينات، كان هذا العالم الهنغاري كان صار كاتب اول مقال علمي له بيوصف انه في الدماغ تبع الفئران القوارض انه عندهن خلايا جذعيه، وهذول الخلايا الجذعيه بينتجوا في منطقه اسمها الهيبوكامبس، وهذول الخلايا الجذعيه خلايا اساسيه عشان انه هذول الفئران يتعلموا كيف يؤدوا وظائفهم وكيف يندلوا على مكانهم وعلى بيتهم، واذا بتمنع هذه الخلايا الجذعيه انها تنتج خلايا عصبيه هذا الفار بصير فاقد للذاكره. تخيلوا بالستينات الحكي. طيب إذا هذه بالفيران، طيب شو عن المخلوقات الثانية؟ لا، وكمان قبل ما نمشي على المخلوقات الثانية، آسف تذكرت هذه المعلومة، راح اطلعوا على الفيران ليكيو إنه كل إشي منيح بخلي هذه الخلايا تنتج خلايا عصبية أكثر، زي مثلا إنه الواحد يكون نشيط وبيعمل إكسرسايزز، إنه يعيش يطلع على الجبال زي ما حكى الدكتور مروان ويستمتع بالجرين انفايرومنت وما ضلش قاعد على الألعاب الإلكترونية ويخلي الدماغ always stimulated وهيك، والأمور والأكل الهيلثي لكو إنه بيزيد هذه الخلايا العصبية وبيزيد قدرة هذا الفئران على التعلم وبحسن الذاكرة عندهم، في حين الأشياء السيئة مثل شرب الكحول والتدخين وكمان التعرض للضغط النفسي بضعف قدرة هذه الخلايا الجذعية إنها تنتج خلايا عصبية بشكل كافي، وبالتالي بصير الحيوان مزربل، بصير قدرته على التعلم أو قدرته على التذكر رديئة جدا. فهذا يعني كان ألارم للعلماء وللباحثين في الموضوع إنه طب ممكن إذن إنه إحنا نستفيد من الحكي، فبلش يطلعوا كمان على مخلوقات أخرى. عندكم طيور الكناري وما أكثرها بفلسطين، هذه الطيور يا جماعة الخير اللي بشوفه أول ما يفقس العصفور يدوب بيعرف شيء، بعدين مع الوقت بصير يغني ويغرد وبيتعلم كل الحركات، وكأنه بتلاحظ إنه عندهم قدرة على إيش، على إنهم يتواصلوا مع بعضهم. فأجوا الناس اطلعوا العلماء على الموضوع ليكيو إنه هدول الحيوانات مع إنه الدماغ حجمه بزدش بالمرة وبضل، لكن في خلايا عصبية تنتج. وهذا الحكي كان عن طريق اثنين من العلماء، واحد أمريكان، اكتشفوا أنه هون تنتج خلايا عصبية مهمة من الستيم سيلز الموجودة في الدماغ، وإذا أنت وقفت إنتاج هذه الخلايا العصبية القدرة تبع التعلم لهذا العصفور بتصير رديئة جدا في مناطق متعددة، وهذه essential ويعني إنها very important عشان إنهم يتعلموا. طيب إذا هذه كمان إيش أعطتنا باب إنه يا عمي طب أوكي هاي بالقوارض، هاي بالطيور، بعدين أنا ما عنديش ما جبتش سلايدات اليوم مش عنديش عقد الموضوع، ناس طلعت بالقردة اللي هي يعني أقرب الحيوانات على الإنسان لكون نفس الموضوع بالقطط، وهلما جرى إذا الموضوع صار ملفت للنظر. طب ماذا عن الإنسان؟ ظلت القصة تقريبا، يمكن أنا كنت سنة ثالثة رابعة طب لما هذه المقال انتشر من هذا العالم السويدي إريكسون، وفيها يا جماعة الخير اكتشف إنه كمان دماغ الإنسان حتى الإنسان البالغ فيه كمان خلايا جذعية، وهذه الخلايا الجذعية تنتج إيش خلايا عصبية، وهذه الخلايا العصبية مهمة
عشان احنا نتعلم إشي جديد. يعني تخيلوا لو انتم معاي اليوم وقاعدين تسمعوا لي في عندنا قدرة، احنا دماغنا زي الكمبيوتر الرامات، انا مش شاطر بالكمبيوتر، انتم اشطر مني في الموضوع، لكن تذكروا انه احنا بدنا عندنا كباسيتي معينة في الكمبيوتر. لما انت بدك تزيد هذه الكباسيتي بدك تصير تزيد رامات على الكمبيوتر، صح ولا لا؟ نفس الشيء للدماغ. بدك اذا انت وانت تكون طفل وبعدين تكبر تصير أدلت وهلما جرى، كل يوم انت في عندك تجارب جديدة، بتتعلم حاجات جديدة. اليوم انت في المحاضرة قاعدين تسمعون وتعلموا حاجات، طب وين نخزن هذه المعلومات؟ اذا احنا لازم نضيف خلايا عصبية جديدة بشكل مستمر لمناطق محددة من الدماغ، ولا سيما منطقة الهيبوكامبس اللي هي كنت احكي لكم عنها، شافوها برضو في القوارض وفي الرأس. فمن هون اجت اهميه انه من هون اجى دليل انه كمان الانسان عنده هذه الخلايا. جوز تساله طب دكتور، طب كيف عمل تجارب على الانسان؟ طب يعني كيف مشت؟ كانت تجربه يعني جريئه ورائعه، بس برضو هذه التجربه بتبين كيف انه الانسان اذا اصر على شيء بيقدر ينجزه. يعني فكان مجموعه من المرضى عنده في المستشفى كانوا مصابين بامراض متقدمة وأمراض خطيرة، وكان ما عندهمش أمل إنهم يعيشوا. يعني كان معروف إنه هذول المرضى إذا عاشوا هيعيشوا شهرين ثلاث ست شهور بالكثير. فهذول المرضى تصوروا مشان يفيدونا إحنا الناس اللي من بعدهم، مشان إحنا نتعلم، أجوا شو حكولوا للعالم هذا وافقوا معه. طبعا الفكرة كانت فكرته، حكوا إحنا موافقين تحقننا في مادة، هذه المادة بتدخل في المواد في الخلايا اللي بتنقسم اللي هي الخلايا الجذعيه ستيم سيلز. بعد ما نتوفى انت بتقدر تاخذ الدماغ تبعنا وتدرسه. هلا اذا في عندنا خلايا بتنقسم وخلايا جذعيه في الدماغ تبعنا، هذول حيكونن يتلونن باللون هذا اللي هو انحقن وهم عايشين. تخيلوا انهم تبرعوا عشان احنا نتعلم، هذول الناس مش معانا، كلهم توفوا للاسف الشديد، ونيجي احنا من بعدهم نتعلم على حسابهم انه يا عمي دماغ الانسان زي دماغ الفار، في خلايا جذعيه، وهذه الخلايا الجذعيه في مناطق مسؤوله عن الذاكره، مسؤوله عن قدرتنا على التعلم، وبدونها احنا لو انه هذه الخلايا تموت او انه تتعرض لاشعاعات لو اي او مواد كيماويه وتموت هذه الخلايا، احنا بنفقد قدرتنا على التعلم وقدرتنا على ان نتذكر اي شيء من الماضي. وهذا طبعا كانت من انا بعتبرها من اهم انجازات الطب في هذيك السنه. فانا لما جيت على بريطانيا بال 2004، يعني موضوع الخلايا الجذعيه في جسم الانسان كان عمره 5-6 سنين فقط لا غير. فجيت انا وكانت رساله الدكتوراه تبعتي اني بدي ابدا ادرس مش من الانسان، لانه كان لسه الموضوع يعني صعب انه الواحد يتحصل على انسجه من دماغ الانسان بفترتها، لكن كان عندي فرصه اني اكون اضرب صحبه مع جيري، فاكون توم واخذ الفيران واعمل تجارب على هذه الفيران. وكانت رساله الدكتوراه تبعتي هي استخلاص هذه الخلايا الجذعيه من دماغ الفار، ومن ثم انه يتم الاكسبانشن ونزيد عدد الخلايا في البيتري ديش في الصحن في المختبر، وبعدين الونها وادرسها واشوف شو تاثير بعض الاشياء اللي تفرز في الدماغ بدون مرض، يعني واحنا في حالتنا الصحيه اشوف شو اللي بيترتب على الموضوع. وهذا فيديو، هذا اللي أنا لسنوات طبعاً قعدت وظيفتي بس إني أقعد أدرس هذه الفيديوز، فشوفوا هذه خلايا هون جذعية، بدي إياكم تلاحظوا كيف هدول الخلايا الجذعية. لو أنتم ما شفتون في الفيديو يمكن ما تصدقونيش، تقولوا دكتور معقول في خلايا في الدماغ بتنقسم وبتعطينا خلايا عصبية؟ طب يلا نشوف هالفيديو مع بعض، نشوف يا بتقنعوني يا بقنعكم. طلعوا شوفوا هذه الخلية انقسمت، شوفوا هذه بنتها طلعوا عليها حتنقسم كمان شوية، هاي انقسمت وأعطتنا خليتين جداد. الخلية الأم الأولانية اللي أعطت واحدة من هدول الخلايا صارت خلية عصبية، وهي تطلعوا صارت تطورت وصارت إنه جاهزة عشان تبلش إنها تأدي دورها الوظيفة. فهذا هون أنا
كنت أحط هذه الخلايا. طبعا أنتوا شايفين هذا الفيديو 10 ثواني بس هذا الفيديو عشان أنا أتحصل عليه كنت أراقب هذه الخلايا مدة 48 ساعة عليهم كاميرا بتراقبهم وأعطيهم كل إشي لازمهم عشان ظلين عايشات وراقب شو بيسوين هدول الخلايا لمدة 48 ساعة ليل مع النهار الكاميرا بتصورهم كل 10 دقائق بتأخذ صورة عشان أقدر أطلع بهذا الفيديو وأنشره للعالم. طبعا بعديها هذول الخلايا جيت أنا أطلع على بعض المواد اللي تفرز بالدماغ ومن هذه المواد لما أنتم بتتعلموا هلأ قاعدين تسمعوا لي الخلايا العصبية تبعتكم عمالها بتنتج مواد زي الـ VIB والـ MBY والـ Galenin. هذول الخلايا هذول المواد اللي أنا كنت مهتم فيهن بالتحديد الـ VIB أشوف شو دور هذول المواد اللي وإحنا نتعلم ولما دماغنا نشيط أو بتغذى شو دورنا دور خل لاحظت إنه حتى على شو بتقولكم يعني جزء يسير 3 نانو مولر وحتى على البيكو مولر من الـ VIP كانت إناف عشان تزيد عدد الخلايا وعدد الستيمسلز في الدماغ تبع الفار. كانت طبعا هذه دراسة مهمة وأول دراسة بتشوف كيف إنه نشاط الدماغ نفسه الدماغ يحافظ على اللي هو رصيده من الخلايا الجذعية والخلايا العصبية. طبعا هذا الحكي نشرته في 2009 يعني قبل 10-12 سنة نشرته في هذه المقالة في هذه المجلة للناس المهتمين تقدروا تروح تقرأوها. وكانت هذه أول مقال بتحكي فيه كيف إنه الدماغ عنده قدرة إنه 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 يطور ويخلي الريزيرف يعني تبعه من الخلايا الستيم سيلز الخلايا الجذعية. وبالتالي هيك احنا بنضل حتى لما نكبر في العمر الواحد عمره 30 سنة عنده قدرة على التعلم 40 سنة لازم عندنا قدرة على التعلم إلا غير لما نوصل لسن الشيخوخة يعني 80-90 سنة لما بتضعف هذه الخلايا لأنه بتضعف إنتاج هذه المواد زي الـ VIP وغيرها وغيرها وبالتالي قدرتنا على التعلم مع الوقت بتضعف. طيب هذا الحكي كان وقتها في الدكتوراه تبعيتي هذه أبحاث أنا سويتها زي ما حكينا على القوارض وعلى الفيران وإلى آخره. طب يا عمي شو الوضع في البشر؟ ماشي إحنا آمنا وكثير من العلماء اشتغلوا على الفئران وهنا الفرق لما يكون العالم طبيب. احنا كأطباء عندنا لأننا بنشوف المرضى وبنعمل عمليات فعندنا قدرة ان ندرس هذه الأمور كمان على البشر. أنا طبعاً استثمرت هذه الفرصة وفي البوستوك تبعيتي اللي أبحاث ما بعد الدكتوراه صار تركيزي على إني كيف أخذ البحث العلمي تبعي من مشاهداتي في المختبر على الفئران أشوف شو بقدر أطبق من هالحكي على إيش على البشر. تعالوا نشوف شو سوينا مع بعض. جماعة الخير إحنا أول حاجة ما بتقدر تجيب الناس وتقعد تجرب عليهم هيك من أول لازم تكون متأكد من بعض الأدوية بعدها تقدر تجرب على الناس صح ولا لا؟ يعني ما بنقدر نعامل البشر زي الفار تجرب أي تجربة فيهم لازم تكون أنت أثبتت التجربة هذا على مستويات عدة بعدين تيجي تقول أنا بدي أجيب مجموعة من المرضى إما أعطيهم الدواء أو أعطيهم إشي تاني وأقارن النتائج أو أعطيهم دواء أو بدون دواء بعدين أقارن النتائج. فمن هون عجت إنه إحنا بحاجة إنه نطور موديل إنه يمثل ولو جزء يسير من الدماغ إنه نستخدمه في التجارب تبعتنا مشان لما نشوف مشاهدات في الحيوان ممكنها نجرب على هذا الجزء من الدماغ ولو في المختبر ولو شفنا نتائج مرضية لو شفنا نتائج مشجعة إيش يجي نقول يا عمي إحنا بدنا ندعي المرضى وبدنا نجرب على المرضى. بس قبل ما نوصل لهذه المرحلة المتقدمة ما بينفع تجرب على البشر ومن غير وغير أخلاقي طبعا هذا الحكي الدوسي. من هون أنا أخذت دعم هنا مادي عشان أعمل هذا المشروع مع البروفيسور تبعي في جامعة ساوثهامبتون
واحنا نيجي نعمل عمليات مرات بيبقى إشي abnormal، إشي مش طبيعي، بدنا نشيله، عامل مشاكل، بس عشان نوصل له على الإشي اللي مش طبيعي في الطريق بيكون إشي طبيعي لازم برضو نشيله، بس مضطرين نشيله الإشي الطبيعي عشان نوصل للإشي اللي مش طبيعي. وبالتالي جينا كلنا يعني معناته إحنا عنا نقدر نتحصل على نسيج دماغ طبيعي، برين طبيعي، وبنقدر كمان يكون عنا غير طبيعي، نسيج غير طبيعي، وبالتالي عنا إشي مريض وإشي مش مريض. تمام؟ فجيت أنا بدون الدخول في التفاصيل جيت عملت طريقة وبروتوكول بحيث إني استطعت هندسة جزء بسيط من الدماغ هالأيام بنسميه هاي سبوت، مش مهم التسمية، هو عبارة عن زي ما بيقولوها بالعامية شقفة الدماغ في المختبر، وهذا الدماغ تيجي تطلع عليه بتلاقي فيه العديد من مواصفات الدماغ الكبير، فهذا دماغ صغير وهذا دماغ كبير، وبالتالي جينا كلنا يا عم بنستخدم هذا الدماغ الصغير في المختبر، وكنا احنا من اول الناس اللي بتنتج هذا الشكل من الدماغ هنا في بريطانيا. هذا يعني كانت برضو خطوه رئيسيه، وهذا انا من الابحاث اللي فازت بعض الجوائز، هذا كان خطوه للامام مهم جدا في البحث العلمي. وبالتالي جيت انا قلت هلا صار عندي موديل، صار عندي موديل بقدر انا استخدمه لدراسه بعض الامراض. عملت شغلات كتيرة، أعطيكم مثالين فقط لمحاضرة اليوم عشان ما أطولش عليكم. أول مرض درست فيه لموضوع الإبليبسي، التشنجات أو الشحنات الكهربائية الزايدة. فهذول المرضى أكيد كتير مر عليكم unfortunate يعني kids وadults بهذا المرض من الشحنات الزائدة. دائما احنا بننتبه انه بس هم عندهم شحنات زائدة، لكن برضو بيجوز برضو انتوا لاحظتوا انه هدول المرضى كمان بيشكوا انه قدرتهم على التعلم وتذكر ضعيفة جدا، عندهم learning disability. تيجي تطلع على أدمغة هاد الناس بتلاقي الطبيعي طلعوا كديش عنا عدد الخلايا العصبية وكيف الخلايا العصبية متشابكة مع بعضها البعض. تيجي تطلع هدول المرضى للأسف الشديد تدرس الدماغ تبعهم تلاقي عدد الخلايا العصبية قليل كتير، مش بس هيك طلع تشابكات ضعيفة جدا والوضع رديء جدا. عشان هيك وبالذات هذا الحكي منطقة الهيبوكامبس اللي هو مسؤول عن التعلم وعن التذكر وعن الذاكرة، فهنا اجت مبدأ يا عم طيب اوكي هذول الناس اذا في ستيم سيلز في البرين وفي ستيم سيلز في الهيبوكامبس بنقدر نشوف علاج انه نخلي الاستمسلز هذه تصير تنتج خلايا عصبيه بحيث يصير الشكل زي الطبيعي ولا لا. شو المانع بالاول؟ ليش هدول الناس شو المانع انه الخلايا عندهم خلايا استمسلز بس هذا الاستمسلز مش عماله بتنتج خلايا عصبيه زي الطبيعي؟ ليش؟ شو المشكله؟ فجيت انا عملت هذا البحث وجيت طلعت لقيت مظبوط انهم ينتج عندهم خلايا عصبيه من الستيم سيلز، لكن اذا بتقارن عندهم في الناس اللي عندهم المرض الإبليبسي مقارنه في الطبيعي عندهم طلعوا ريدكشن شديد، عندهم يعني عدد خلايا العصبيه تنتج اقل بكثير من الطبيعي، طلعوا النسبه قديش نزلت تقريبا اقل ثلثين من الطبيعي. طيب ليش الحكي؟ شو المشكلة؟ هل المشكلة إنه الخلايا الجذعية اللي عندهم مش طبيعية؟ ولا في إشي بالمحيط عند هذول المرضى لأنه بظل يجيب تشنجات مانع هذه الخلايا الجذعية إنها تعطينا عدد كافي من الخلايا العصبية؟ كان هذا السؤال درسناه باستفاضة طبعاً، وبديش أدخل بالتفاصيل، لكن إنه الخلايا الجذعية اللي عندهم طبيعية زي اللي عندي وزي اللي عندكم، لكن إنه هذول الخلايا العصبية بنتجنش، السبب إنه في التهاب شديد، هذه المادة الانترلوكين 1 بيتا طلعوا عليها هاي الطبيعي وطلعوا عند هذول المرضى كيف زايدة بشكل كبير وبشكل ضخم. كانت هذه نفس النتائج شايفين احنا حتى بالفئران، وجينا احنا طلعنا عليها في البشر ولكن احنا كنا اول ناس بنطلع بهذه الفكرة. طبعا صار واضح العلاج،
طب يا عمي إذا بنقدر نجيب دواء يعادل هذه المادة أو يخفف هذه المادة، ممكن إنه الخلايا العصبية إيش؟ الخلايا الجذعية ترجع تنتج خلايا عصبية بشكل كافي، وبالتالي ممكن تصير تعطينا صورة زي هذه الصورة. فمن هذا الباب جينا شو عملنا؟ جينا عطينا لهذا السمول برين، الدماغ الصغير اللي في الصحن قاعد في المختبر عندي، جينا عطيناه هذا الدواء. هذا دواء موجود، دواء ضد الالتهابات، أعطنا إياه فشو لكينا طلعوا هالقد كنا ننتج خلايا عصبية من الخلايا الجذعية في حال وجود الالتهاب. إذا بتعطي الدواء تبع الالتهاب لهذا الدماغ الصغير، قدرته على إنتاج الخلايا بتزيد وبتصير زيها زي الطبيعي. طبعا وهذا كان خبر سحر جدا إلنا، وحقيقة ماشي مع النظريات اللي احنا حطناها، وفتح هلا أمل إنه احنا اليوم بصدد إن نقدم على منحة جديدة، بحيث إنه بدنا نجيب مرضى عندهم إبليبسي وعندهم مرض الصرع ونوزعهم، يا بنعطيهم دواء اللي هو أنا كينار ونعطيهم الدواء هذا، أو بنعطيهم دواء زي الملبس وما بنكون عارفين مين أخذ الدواء ومين ما أخذ الدواء، ونشوف إذا حقيقة هذول المرضى راح يتحسنوا ولا لا. وهذه إن شاء الله في لقاء قادم تكون الأبحاث تبعتي جهزت عليها، أكون أقدر أخبركم إذا كان هذه نتائجي على الدماغ الصغير نجحت على الدماغ الكبير أو الدماغ الحقيقي في المرضى ولا لا. هذا بس جزء يسير من البحث. طبعا حطيته بثلاث أربع سلايدات، بأخذ له شيء، هذا البحث أخذنا شيء 4-5 سنين تنوصل لهذه النتيجة من النجاحات والإخفاقات قبل ما توصل لهذا الموضوع. فهذا مثال أتشاركه معاكم في على البشر. مثال ثاني اللي هو مرتبط بموضوع إصابات الدماغ، يعني كثير ناس واحد بيوقع عن ظهر حيط، واحد بيصير مع حادث سير بتؤدي إلى تهتكات وتلف في إيش؟ في أنسجة الدماغ. كمان هذول الناس إذا شفتوهم لما بيصحى بتلاقيه فاقد الذاكرة، لما بيصحى بتلاقيه ما عندوش قدرة يحرك إيده يحرك إجره، وبالتالي تيجي تطلع عليهم هاي الطبيعي كيف يكون الدماغ، وهي كيف بيكون هذا الدماغ متهتك ومتهالك بعد الإصابة. وبالتالي نفس الفكرة تيجي إنه يا عمي طب إذا إحنا بنقدر وفي عنا هلا خلايا جذعية هون، ليش نجيب نزرع خلايا من هون ومن هون؟ هي موجودة، بس ليش هذه الخلايا الجذعية الموجودة عنا هون مش عمالها بتعطينا خلايا عصبية عشان تعوضنا عن التلف اللي صار؟ هذه أبحاث شغال عليها، أنا صار لي 3 سنين كتبت عليها 3 مقالات نشرناها خلال السنة اللي فاتت بالحيوانات على الفئران، وهلأ انتقلنا نشتغل على البشر لنشوف من أهم هذه الخلايا إنه بلشنا نشتغل على البشر. فهذا الدماغ الصغير اللي والدكم إياه الطبيعي، وهيك بصير شكله بعد ما إنه نضربه، بنعمل ضربة على الدماغ الصغير تطلع تقريبا مشابهة للي أنت بتشوفه على الدماغ الكبير. وبالتالي أنا هون إحنا أول ناس برضو بنعمل هذا الموديل على الهيومن برين، وهذا هلأ الموديل إحنا بلشنا نستخدمه، لقينا مادة اسمها HMGB1، بدون ما إني أتوهكم معاي، هذه المادة لقيناها هي المادة اللي تفرز بشكل كبير بعد الضربة. وهذه المادة هلأ إحنا شغالين على بعض الأدوية لنشوف كيف إنه ممكن نخفف من إفرازها أو نعادلها، وبالتالي إن نخلي الخلايا الجذعية اللي أصلا موجودة في الدماغ إنها تبلش إيش تصلح التلف اللي صار في هذه المناطق وتعوضنا وترجعنا لكيف كنا بالأول. فهذا البحث ماشي، وأنا عندي نتائج طبعا فيه ممكن بقدرش أشارككم فيها اليوم لأنه النتائج لازالت طي الكتمان، بس نتائج مباشرة أبشركم نتائج كتير كتير حلوة، وإن شاء الله أنه رح ننشر هذه النتائج قريبا جدا جدا لما فيها أخبار طيبة لمرضى إصابات الدماغ. فلو نيجي نلخص اللي حكيناه بهالكم من سلايد اللي فاتوا، إذا اليوم إحنا بنحكي عن الخلايا الجذعية كطريقة واعدة لعلاج تلف وتهتكات الدماغ،
وعندنا طرق متعددة، حكينا في الخلايا الجذعية الجينية، وحكينا إذا أخذناها من الخلايا الجذعية البالغة، حكينا بالإشكالات الموجودة، هذه خلايا ممتازة عددها كبير، هذه خلايا قليلة، لكن هذه فيها حواليها أمور أخلاقية ممكن تنقسم وما نقدرش نسيطر عليها إلى آخره، في حين هذه خلايا تابعة للتشو ممكن إحنا إنها هي موجودة أصلاً عندنا في الأعضاء اللي إحنا مهتمين بها ولا سيما في الدماغ مثلاً، فليش ما إحنا نيجي نعطي أدوية ونخلي هذه الخلايا؟ فأنا بجزء أنتوا حسيتوا إنه أنا شوي من أنصار هذه الخلايا أكثر، لكن هذا لا يعني إنه إحنا لا نبحث في هذا الموضوع. إلي زملاء عندي في المختبر والبروفيسور تبعي كمان، يعني البوس الكبير كمان، هم شغالين على أمور أخرى، فإحنا شغالين على أكثر من طريقة، إن شاء الله هذه الطرق كلها تلتقي على شيء واحد هو الفائدة لمرضانا الأعزاء، لأنه همنا إحنا كأطباء في نهاية المطاف إن شاء الله إنه نقدر نطلع بعلاجات مميزة مشان نحسن حياة مرضانا ونشوف الابتسامة على وجوههم، وهذا صدقوني هذا هو حلم أي طبيب، وإنه الناس تعيش بسعادة. فهذه يعني هيك لمحة بسيطة عن الأبحاث اللي أنا سويتها. أحكي لكم شوية عن قصتي في هذا الموضوع، زي حكيت لكم الشغله مش شغله فرض عضلات، الشغله بس أحكي لكم أساس إنه يمكن كتير منكم بيحكي كل والله الدكتور مروان وزارة التعليم جابت لها الدكاترة هدول، يا عم هدول ناس واصلين، هدول في بريطانيا، هدول في أمريكا، إحنا شو وصلنا عندهم؟ أنا من قرية كذا، إحنا ما عندناش إنترنت في الدار، ما عندناش لسه الكهرباء يمكن تجينا وتتقطع، ما عندناش أمل. شوف الإيمان بالنفس إشي أساسي إنه الإنسان ينتج ويصير. أعطيكم قصتي بأربع خمس سلايدات كيف بديت ومنين جيت. زما في المقدمة حكى وائل أنا باجي من قرية صغيرة اسمها قرية كفر رمان قضاء طول الكرم. درست أنا في مدرسة مختلطة في القرية نفسها، وهذه صورتي طبعا، كنت حليوة أيامها وأشكر وأحلى بكثير من اليوم، بس يعني بتعرفوا العمر اللي دور. ومن ثم أنا بعديها دخلت مدرسة الشهيد عبد الرحيم محمود الثانوية في عنبتة، وخلصت توجيه هناك وجبت من الأوائل بتوجيه، وهذه الروب تبع حفل الأوائل في طول كرم، وبالتالي كنت محظوظ بإني طلع لي قبول في كلية الطب في جامعة القدس. التحقت بجامعة القدس بال 95، وكانت تجربة مميزة صحيح، يعني كان دراستي محاضراتي في كلية الطب في أبو ديس في الحرم الجامعي، وكان تدريبي في مستشفى المقاصد في داخل القدس. وطبعا أنا بفترتي كانت بلش السور ينبنى، وكل يوم نطفق السور وتنمسك وتتوقف وتتبهدل، فكانت تجربة يعني فيها الواحد بتعلم الريزيلينس، بتعلم إنه ولا شيء يوقفك، طموحك دائما يكون مستمر، في حصير إخفاقات حتضعف لكن تستمر. كمان شغلة ثانية صارت معي في كلية الطب، مش بس كنت دكتور وتدرب، اتدربت أن أكون ليدر، انتخبت أن أصير رئيس نادي الطلبة، وهذه تعلمت فيها كيف أشتغل ضمن فريق عمل كتيم وركر، كيف أنه الواحد يديفلوب هز ليدرشيب سكيلز، كيف إنه to talk in public، كانت إلها بصمات طبعاً فارقة في 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 شخصيتي. ومن هون أنا بحكي لكم إنه دائماً إحنا مرات بنفكر إنه النجاح بس إنه أدرس وجيب علامات وكذا، لا، بدها يكون واحد شخصيته شخصية متكاملة وينتبه للتفاصيل فيها، مهم جداً هذه الشغلات. وبالتالي أنا بعد ما تخرج من كلية الطب، كان اللي بيتخرجوا من كلية الطب دفعتنا يأخذوا يلتقوا مع الرئيس أبو عمار الله يرحمه، وهذا كان يعني كان من زي بقولوها من الكلاسيك تقاليد كلية الطب، الدفعة اللي بتخرج يأخذونا نلتقي معه ويباركنا وينبسط فينا. وهذه أنا مع والدي ووالدتي وإخواني التوم كانوا الصغار، بس هلا هم أساتذة نفسهم أكيد بيحضروا معنا ما شاء الله عنهم، تخرجوا بدرسوا، وهذه الصورة طلعوا يعني شو الدنيا بتتحرك وتغيرت. لكن من أهم الشغلات بعد ما أنا تخرجت من كلية الطب اللي أنا كنت برضو سعيد فيها، إني تعينت معيد
وهنا للأساتذة وأساتذتنا اللي معانا صار عندي رسالة بالتعليم. فأنا اكتشفت من خلال هذه السنة المعيد إني أنا عندي شغف بالتعليم، وبالتالي لقيت إنه أنا مش بس أنا بنبسط إني أكون دكتور وأشوف مرضى وأساعد مرضاي، بس برضو أنا بستمتع إني أعلم الآخرين. فهون اكتشفت إنه أنا عندي غريزة أكاديمية، وهي اللي خلتني أبلش أدور كيف إنه أنا ممكن أطور نفسي من ناحية أكاديمية، وبلشت إيش أقدم على منح للخارج مشان أكمل دكتوراه. وبالتالي أخذت منحة من جامعة القدس، وهذه الفاونديشن التابعة لجامعة القدس اللي كانت في بريطانيا منحة في جامعة ساوثهامبتون عشان أكمل الدكتوراه. وهذا أنا مع البروفيسور تبعي يوم ما تخرجت من الدكتوراه طبعا، وهذه النشرة العلمية اللي أنا نشرتها. طبعا اليوم بنحكي عن الحمد لله عطاء من أكثر من 62 مقالة، يمكن وصلت 70، أنا بطلت أعد، مقالة علمية محكمة في مجلات مرموقة في موضوع علوم الأعصاب والخلايا الجذعية. هذا أنا هون في قدام بيت رئيس الوزراء اللي هي إذا أنتم فاميليار 10 داونينج ستريت، داونينج ستريت وين مقر رئاسة الوزراء. لما كنت أنا فزت بمنحة بال2012، قعدت معي بين 2012-2016 منحة بقيمة ربع مليون باوند، يعني حوالي ربع مليون دينار، عشان أعمل فيها أبحاث كانت الأبحاث اللي وريتكم إياها على موضوع الإبليبسي والتشنجات والشحنات الكهربائية الزايدة. واللي كان بأخذ المنحة كان بيندعى لحفلة في تنباونج ستريت. يعني أنا بوريكم هذه الصورة مش أقولكم، يعني أنا هذا الحكي بالنسبة لي صار عمره 10 سنين، بس إنه يعني أنا مالك من قرية كفر رمان بتروح على بيت رئيس الوزراء البريطاني بتضيف فيه لحفلة وكذا. ممكن، نعم ممكن، ليش لأ؟ إذا بتشتغل على حالك وبتتعب وبتجد وبتجتهد ورضا الوالدين توصل، ليش لأ؟ ليش لأ؟ ما فيش مانع، بس الطموح لازم يكون موجود. اليوم وين أنا؟ اليوم أنا في مستشفى الجامعة في كارديف عاصمة ويلز في بريطانيا. في هذه الوظيفة عندي وظيفتي خليط، فيوم بتلاقوني بحاضر زي ما أنتم شايفين، هاي محاضرة هون في مكتبي، وهاي محاضرة قبل الكورونا قبل ما نصير نعطي على التيمز والزوم. يوم ما تلاقيني في العمليات أنا في العمليات، هذه هون قدام غرفة العمليات لما يكون عندي عمليات، ولما يكون عندي أبحاث بتلاقيني في المختبر، وهاي الميكروسكوب تبعي اللي صار له رفيق دربي في 17 سنة اللي فاتت، وأنا بطلع على الخلايا تبعوني وبستمتع وأنا أشوفهم هم يعطونا الأمل للمستقبل، يعطونا الأمل كيف إنه إحنا نعالج. شغلة تانية بحب ألفت نظركم فيها إنه الغربة مرات بتنسينا بلدنا، بس الحمد لله أنا كنت محظوظ إنه أنا جيت على 2004 في بريطانيا. بـ 2005 التقيت مع بروفيسور بريطاني اسمه كولين جرين، وهذا البروفيسور كان له بصمة على شخصيتي. أنا وياه قمنا بإنشاء جمعية بريطانية تعمل لصالح فلسطين، فأنا دخلت أول إيش عضو، بعدين صرت أعمل دعم مادي لهذه الجمعية، بعدين صرت مشرف المشاريع تبعت الجمعية بفلسطين، بعدين صرت مدير لمشاريعها بفلسطين، واليوم أنا رأس الهرم تبعت هذه الجمعية، أنا المدير التنفيذي لهذه المؤسسة، وصار لي من 2012 في هذا الموقع. هون كمان تشوف كيف حتى وانت في بريطانيا، حتى وانت تأخذ الجنسية البريطانية يظل قلبك مع بلدك الأم ومع أهلك وما تنساهم مش من وراك. وهنا بتيجي هذه الجمعية اليوم نيجي نحكي عن إنجازاتها، إنجازات كبيرة من مراكز تدريب الأطباء، تدريب الطلبة بكل المجالات الطبية، إلنا بصمات، الناس اللي متابعتنا على الفيسبوك وهون بيعرفوا عن إنجازاتنا وعن لقاءاتنا المختلفة. فقربنا نخلص السلايد هذه قبل الأخيرة اللي بدي أحكي فيها إنه مرات النجاح، يمكن شفتوني بعشر سلايدات، إنه أنا من طالب في قرية كفر الرمان لوين أنا، بجوز تفكروا إنه زي هيك، بس ولا مرة. النجاح يا جماعة الخير more like this، في إخفاقات حتطلع
هتنزل مرات هتنزل كتير وهتطلع وتلف وترجع بس بالتصميم بتوصل. اوكي وهون انا هذا الفيديو محبب الى نفسي احضركم هذا الفيديو. هذا ابني عمر لما كان عمره 9 شهور كان يشوفني وانا اركض على التريدميل اتدرب على التريدميل فهو اقتنع انه هو عمره 9 شهور انه ممكن هو كمان يعملها. فتشوف انت يا عمر هون اركض 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 مع شويه تشجيع مني بتلاقي انه عمر ايش ماله مش عارف ان الفيديو يا رب اوكي تشوفوا انه عمر بيقدر يركض على التريدميل وهو عمره 9 شهور. ليش؟ لانه قنع حاله انه بيقدر يسويها. في حين هون انت بتطلع حصان اضرب واطرح وعضلات ومربوط بكرسي بلاستيك وبتحركش مقنع نفسه انه هو مربوط ومربط. فاللي انا بدي احكيه انه بالاخر هي قناعاتنا الذاتية قناعاتنا جماعة الخير في دماغنا انه احنا هل بنقدر نصير او ما بنقدر نصير بنقدر ننجح او ما بنقدر ننجح. وبالتالي اللي بدي احكيه انه ما فيش عنا اعذار. اللي بده يغير اللي بده يصير يبدأ منه كل نعم انا بقدر وبالتالي حط الخطوات كيف راح يوصل. ومهم جدا انه هون نيجي نقول شو مفهوم اني انا انجح وكيف بدي انجح. وزي ما حكى محمد علي كلاي الملاكم الامريكي شو حكى؟ حكى انه نجاح مشروع بس بشرط انه الواحد يتمسك باخلاقياته مش انه النجاح باي ثمن وانه تصير الغايه تبرر الوسيله. هذا الحكي مش لازم يصير. وكمان انه الواحد شو النجاح الحقيقي؟ النجاح الحقيقي نعم انك تصير جراح واحسن جراح في العالم ممكن، انك تصير عالم وافضل عالم برضه ممكن، بس برضه الواحد في امور اخرى مش لازم ينساها. فالنجاح ممكن يكون أسرة طيبة إن الواحد يبنيها ويكون سعيد فيها ويكون عنده أهل أم وأب ويكونوا راضيين عنه، تكون يمكن هذه من قمة النجاح مع العلم تبعه. أشكركم على استماعكم وبنوقف هون ونقدر نفتح المجال للأسئلة. طبعا يعطيك ألف عافية دكتور، نشكرك جدا على هاي الفقرة المليئة بالعلم والمعلومات المفيدة. بحب أشكرك نيابة عن الجميع وعن كل من حضروا والأساتذة والمشرفين والمدراء وجميع من يتابعنا عبر البث المباشر. طبعا رسالة شخصية، الله يخلي لك أهلك وولادك وما تشوف فيهم شر. دكتور مالك، الآن كما أنت تعلم في عندنا فقرة أسئلة، فأرجو إنك تبلش تجيب على أسئلتنا اللي رح أطرحها عليك نيابة على المشاركين معنا. جاهز دكتور؟ تفضل. بس لو سمحت بس تشيل شاشة العرض عشان نعرف نشوف مين اللي رافعين يديهم لو سمحت. دقيقة بس. تمام هيك؟ تمام ممتاز. يلا بس ثواني. سؤال ساعد شيء؟ في عندي مشكلة مش مخليني افتح لهم المايكات. بس ثواني بس. طيب اعطيني لا انت بريزنت روال المفروض. طيب اعطيني اي اسم بدك اياه حابب نحل لك المشكلة. نبلش باول اسم، راما جابر احمد لبزوق. راما اوكي، راما المايك معك. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. أنا راما جابر أحمد لبزور من مدرسة بنات رابط الثانوية. أود أن أتحدث عن شلل النوم وأسأل عنه عدة أسئلة بعد إذنك. شلل النوم هو الحالة التي تحدث استيقاظ أو النوم
يكون الشخص واعياً ولكن غير قادر على التحرك أو الكلام. خلال النوبة قد يصاب الفرد بالهلوسة، سواء سماع أو الشعور أو رؤية أشياء غير موجودة، ولكن ما يؤدي إلى الخوف، مع العلم أن النوبات تستمر أقل من بضع دقائق أو ثوان، وقد تحدث كنوبة واحدة أو متكررة. الحالة قد تحدث للأصحاء أو الذين يعانون من النوم القهري أو حالات وراثية تنتقل عبر الجينات. وسؤالي هو كالتالي: ما أسباب شلل النوم؟ ولماذا لا يقتصر على فئة معينة من الناس فيحدث مع الأطفال وغيرهم؟ وهل يمكن علاجه لمن يعاني من النوبات المستمرة من هذا المرض؟ وكيفية الوقاية منه؟ تمام، سؤال ممتاز. أول إيش الأسباب؟ وحتلاقوا هذا هلأ اليوم كل مرة حتسألوني عن الأسباب بالأمراض العصبية. معظم الأسباب غير معروفة للأسف الشديد، يعني في ناس بتحكي إنه مرتبط في بعض الجينات أو العلاقة بالوراثة، في ناس بتحكي إنه مرتبط في موضوع تعرضنا لبعض الأشياء أثناء فترة الحمل، بعض الالتهابات، بعض الميكروبات إلى آخره، لكن لا أحد يعلم السبب الحقيقي لهذا المرض. هذا من حيث إيش السبب. الآن من حيث العلاج، العلاج بشكل أساسي اليوم بالأدوية، أوكي؟ فالعلاج غير جراحي في بعض الحالات الصعبة جدا والتي لا تستجيب للأدوية إطلاقا. ممكن نيجي إحنا ندرسها ويختار بعض هذه الحالات لتدخلات جراحية متطورة في حالات نادرة جدا، لكن العلاج بشكل أساسي هو بالأدوية. هلا الجزئية المهمة اللي بجوز الناس عندما تنتبهلوش، إنه بفكروا إنه بس الموضوع هو عبارة عن يعني نوع من أنواع الصرع والتشنجات، لكن نتذكر برضو إنه هذول الناس مع الوقت برضو قدرتهم مرات على التعلم والذاكرة برضو بتضعف، وبالتالي هل للخلايا الجذعية دور فيها في علاج هذا المرض أو لا، هذا الموضوع بيضل للمستقبل لنتعلم. بس هذا الحكي في لساته ما حدا دخل عليه ودرسه. تمام؟ أي سؤال آخر؟ لا شكرا. تفضلي فاطمة الزهراء جهاد محمد مصلح، عارفة عن نفسك واسألي سؤالي. حضرتك كانت جدا رائعة دكتور، وعن جد كتير انت يعني فخر انك تكون من فلسطين وعم بتقدم كل هاي المعلومات. عندي عدة اسئلة يعني قبل السؤال. ابدا في السؤال الاول، قرأت انا من قبل ان المرأة خلال حملها يمكن لجنينها نقل لها خلايا جذعية، ما مدى صحة المعلومة؟ بدك تسألي اسئلتك ورا بعض ولا سؤال سؤال؟ زي ما بدك اسألني ورا بعض ولا انا باخذ ملاحظات. هلأ انت حكيت عن مرض الزهايمر، متى يتم علاج مرض الزهايمر من خلال الخلايا الجذعية برأيك؟ وعندي سؤال ثاني، هل خلال سنوات عيشك بالخارج وبالخاصة بالعمل في محيط مختلف أنا شخص مارس معك العنصرية بسبب أنك فلسطينة أو عربي؟ وآخر سؤال، وين ممكن نقرأ مقالاتك بما أنها أكيد رائعة؟ حابب كثير أثقف ليش بنساعدك؟ سؤال ثالث عديلي يا شوي. تمام، خلال سنوات عملك بالخارج هل واجهت أن يكون شخص عنصري معك بسبب جنسيتك أو أنك عربي؟ وآخر سؤال، وين ممكن نقرأ مقالاتك بما أنها كثير رائعة؟ أنا متأكدة رح تكون رائعة، بس ممكن موقع أو أنه يعني نقدر نصور كيف ممكن؟ تمام، ممتاز. أعطيك العام، كثير مبسوطة أن فلسطيني عم يعمل كل هاي الإنجازات، كثير عم يرفع راسنا أنه شخص فلسطيني، يعني عن جد جد شكرا. الله يخليكي، وانا فخور فيكم انتم كمان ما شاء الله عنك. انت مش مصدق انه اللي بيحكي معي بنوتي في مدرسه عنك استاذي انت، هي ما شاء الله. انا متخيلك لما كثير بسنه، الله يعيننا على جيلكم انتم. ف ان شاء الله عنكم. هلا نيجي لانتقال الخلايا الجذعيه للام. شوفي هلا هذه كمان ممكن اعلمكم فيها شيء حلو كمان. مرات الناس بتفكر عنا إنه الواحد لما يصير باحث ويتقدم إنه بصير يعرف كل شيء. هل تعلم إني أنا بعرفش الجواب؟ يعني في دراستي واطلاعتي ما مر علي هذا الحكي. فيمكن أنت لو قارئ موضوع تعلمينه وعادي أنا بكون أنا قرأت عن الموضوع.
عفوا دكتور على المقاطعة، أنا قرأت عن موضوع إنه كيف الأم بتنقل لجنينها، بتنقل خلايا جذعية وبتنقل لجنينها يعني أشياء سيئة زي الزنك، ويعني أشياء مواد سيئة المفروض ما تنتقل للجنين، وكان موضوع كتير متحمس إلي فتوقعت أنك هذا الحكي صحيح، هذا الحكي صحيح، بس انه خلايا تنتقل من الجنين للام انا ما مر علي ولا اعتقد انه هذا الحكي صحيح. واكاد اجزم بالنسبه للدماغ، الدماغ لسه عندنا حاجز المشيمه بين الام والطفل، وعندنا الدماغ محاط بحاجز بنسميه اللي هو البلاد برين بارير، هذا حاجز قوي جدا. إذا بدنا نحكي عن خلايا الجنينية بما يخص الدماغ، أنا أعتقد إنه هذا حيكون نادرة الحدوث بشكل كبير. هذا السؤال. حتى قرأت إنه كمان إنه الجسم نفس جسم الأم بهاجم هاي الخلايا، لأن خلايا مش من جسمه، فبهاجمها زي خلايا محيطة من برا. 100%. هلا هذا موضوع. موضوع ثاني، متى يتم علاج الزهايمر؟ هلا الزهايمر حسب المرحلة، أوكي؟ هلا اليوم العلاج اللي احنا متعارف عليه بفلسطين او في بريطانيا او في اي مكان، العلاج بالادويه. الادويه الموجوده زي ما حكيت في مقدمه المحاضره هي ادويه تبطئ موت الخلايا، وبالتالي بدل ما الواحد يفقد الذاكره بسرعه بتاخذ وقت عشان يفقد الذاكره. هذه الادويه الموجوده في السوق بسموها بالانجليزي موديفاينج ايجنتس، ولا واحد من هذه الأدوية حقيقة كيور، ولا واحد منهم علاج. ومن هنا بيجي وين إحنا نيجي نعمل زراعة الخلايا. أعتقد إنه لحديت الآن مش معروف أي مرحلة، هل أحسن إحنا نيجي نتدخل بفترة متقدمة ولا نترك تتلف الأمور بعدين نتدخل؟ أنا بتقديري ودراستي للموضوع إنه إذا بدنا نستخدم الخلايا الموجودة بالدماغ لازم نتدخل بدري، ما نستنى انه تتلف الامور. اما اذا بدنا نزرع خلايا يمكن تزبط اذا دخلنا بدري او بعد وقت نيجي نزرع هذه الخلايا. ففي وقت الراهن وين الخلايا الجذعيه تستخدم، لحد الان هذا الموضوع قيد الدراسه، والايام الجايه ان شاء الله بتخبرنا عن هذا الموضوع. هلا السؤال الثاني، يعني ما في علاج فعلي لمرض الزهايمر؟ يعني خلص ما في الوقت الراهن ما في علاج. كل الموضوع اللي احنا حكينا فيه هذا كله طي الابحاث، ما في ادويه. انا دكتور بعرف الادويه هي بس السبل الوحيده للاسف، عشان هيك صحيح، هذا صحيح. نعم. هلا نيجي للسؤال، هل واجهت عنصريه في بريطانيا؟ حسب تعريف للعنصريه، شوفي انا يمكن اكون شوي بايزد لما احكي على بريطانيا. بريطانيا هم اصحاب وعد بالفور معك يعني، وباصمين بالعشرة. هلا الدكتور مروان بقول كلبوها الشباب سياسي، بس يلا يسامحنا. بس لما تيجي إلنا إحنا كناس من عرب وكمسلمين نيجي ندرس في بريطانيا، تكاد تكون بريطانيا أكثر الدول الغربية صداقة إلنا حقيقة. بتحسوا إنه البيئة قريبة منا، بتحسوا انه في كثير احترام لمعتقداتنا، لطريقتنا في اللبس، لطريقتنا بالكلام، لطريقتنا في الحديث. فانا تجربتي انا شخصيا كانت على العكس تماما، بانه انا حسيت بال 17 سنه اني اخذت فرص باحترام للفرصه، اعطوني مجال اني اتطور، مع انه اسمي مبين اني اجنبي واني جاي من دوله غريبه من دوله اجنبيه الى اخره، لكن كان في مجال. لكن طبعاً لا يعني إنه في ناس ما صارت معاهم حالات إنه مشاكل بتخص العنصرية وما شابه ذلك. تمام؟ فأنا برأيي إنه يعني بتقديري إنه بالعكس اللي بده يتخصص برا يمكن تكون بريطانيا أكثر الحضارات اللي ممكن تستوعبنا وتتفهم وضعنا. هلا بالنسبة لمقالاتنا، ما بعرف إذا في طريقة إن أزود لكم، بس في ويب سايت اسمه باب ميد، هلا ممكن انا اطبعها يمكن على التكست مسجز فور ايفري ون، في كل المقالات طبعا منشوره عليه. مش عارف اذا هذا تزبط ولا لا، مش سامح لي اطبع المسجز، مش عارف ليش. أه.
دكتور مالك إذا ممكن توقف الشير من عندك. دكتور مروان عذرا بس أنت فاتح الشير سكرين يا ريت تطفيها. أنا؟ آه دكتور مروان. والله وين؟ مبين عنا. عن جد؟ آه عن جد فيا ريت تطفيها بس. إنسيدنتال طب شامل وائل. في إشارة جنب المايك مش الكاميرا لا الكبس اللي جنب على اليمين آه من هون تطفيها. هاي؟ آه أيوة بالضبط. أيوة تمام. أيوة تمام. العفو. فبتروح على هذا الويب سايت باب ميد بتعملي له جوجل بعدين تقدري تكتبي اسمه واول السير نيم واول حرف من اسمه بتعملي سيرش على باب ميد بيجيب لك كل الارتكلز تبعوني. تمام شكرا يعطيك العافيه. اي سؤال اخر؟ لا شكرا غلبتك معي قلت كثير كانت تمام ما شاء الله عليك. ماشي. دكتور عندك سؤال من الشات من عايدة يوسف تسألك سؤالين. السؤال الأول هل يمكن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج ضعف أو التلف العصب السمعي؟ وثاني سؤال هل يمكن استخدام زراعة الخلايا الجذعية لعلاج تلف العصب البصري؟ طبعا المجال مش مجالي في مجموعات من العلماء بيدرسوا هذه الأمور وهذه الأمور كمان يعني في تطور مستمر والجواب يس. هل هذه الأمور دخلت في نطاق إنه نستخدمها هلأ كعلاج ولا لساتنا في طور الأبحاث؟ يمكن معظمها في طور الأبحاث لكن هذا الموضوع يعني موضوع له ما بعده وبتطور بشكل كبير بالذات اللي هو العصب السمعي وبالنسبة للعصب البصري شغل كتير عليه يعني خلايا الموجودة في الشبكية موجود خلايا عصبية بتعطي خلايا الشبكية وهذه الخلايا بتم تطويرها وعليها تجارب كتيرة إن شاء الله الأيام الجاية بنتعلم عنها وبندري بنسمع أخبار طيبة عنها لكن المجال طبعا مش مجالي أنا تركيزي أكثر على الخلايا العصبية في الدماغ نفسه مش الخلايا الجذعية يعني اللي هي بتعرف هذه تعتبر خلايا يعني جذعية طرفية اللي هي للسمع أو للبصر ما هيش حقيقة خلايا من الدماغ نفسه. تمام بس أسمحكم دكتور مروان عذرا بس أنت رجعت فتحت الشير سكرين كمان مرة أغلبك يعني أنا رجعت تطفيه. نعم صحيح أنا مروان. أيوة صحيح. الحق عليك وائل. طيب خلاص هيك مبدئيا تمام. تمام. في عندنا سؤال اخر من الشات ايضا هل يمكن علاج المرض الاكتئاب المزاجي من خلال الخلايا الجذعية؟ شوف الموضوع هذا برضو عندنا جروب هون بكارديف مهتم بالامراض النفسية اللي هي الاكتئاب بكافة أشكاله وبتستغربوا إنه هذا برضو موضوع واعد وحتتفاجئ إنه بقولكم نعم في دراسات عندنا من كارديف اللي بده يطلع يشوف اليوم بالذات إنه الهيبوكامبس مش بس بتحكم بالتعلم وبالقدرة على التذكر كمان إنه بتحكم في المود تبعنا فاضطرابات الاضطرابات هذه في المود تبعنا كلها لها دخل في قدرة الخلايا الجذعية على إنتاج خلايا عصبية. مثال لو أنت بجوز معظمكم فيش واحد منا ما صابوش الرشح والإنفلونزا لاحظ حالك في الأسبوع هذاك كيف قدرتك على التذكر تضعف بشكل كبير أنت بتتعب صح؟ واحد بحس حاله مزربل مكتئب بشكل كبير فأجد ناس درست هذا الموضوع هذا الالتهاب بيأثر على هذه الخلايا لمدة أسبوعين هذه الخلايا بيكون إنتاجها للخلايا العصبية ضعيفة وبالتالي هذا كانت يعني تريجر نسميه للعلماء إنه بلش يدرس الموضوع وطلع وهلا في أدوية كتيرة ومنها بعض أدوية علاج الاكتئاب لقوا إنها بتأثر على الخلايا الجذعية في منطقة الهيبوكامبس وبيزيد قدرتها على إنتاج إيش الخلايا العصبية. أعطيكم دليل ثاني حتنبسطوا عليه. الخلية الجذعية استمسل بدها أسبوعين تعطي خلية عصبية شغالة يعني خلية عصبية بتطلع شحنات كهربائية والآخره. إذا مريض بيجينا على المستشفى وعنده اكتئاب
نعطيه دواء للاكتئاب بتاخده اسبوعين للمريض تيتحسن، ونفس الفترة تتمنى ينتج خلايا عصبية جديدة. فالعلماء برضو ربطوا الموضوعين ببعض بشكل كبير، يعني انه مرات يعني لما يجي عندنا المريض بقول له اسمع احنا بنعطيك هذا الدواء، مش تجيني بعد اسبوع تقول لي ما تحسنتش، حتاخذ اسبوعين تتحسن، وهي بالضبط نفس الفترة اللي بتاخذ خلية جذعية في الدماغ عشان تصير خلية عصبية وتبلش تشتغل. يعني مشاهدات لافتة و يعني وماشي مع نظرية بتثبت نظرية دور الخلايا الجذعية في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية. تمام. الأسئلة مش هتوقع بتوقف على الشات، لحق إذا بتقدر. لسه عندك أنت رافعين إيديهم. تفضلي شهد نضال عبد القادر دار سعيد، عرفي عن نفسك وتفضلي جايب أو اسألي سؤالك. يعطيك ألف عافية دكتور، جهودك مباركة. معاك الطالب شهد نضال دار سعيد من مدرسة بنات درستي الثانوية مديرية سلفيد. حاب أطرح سؤالين سريعات. السؤال الأول، ما هي أنواع الخلايا الجذعية التي لها القدرة على إنتاج أنواع مختلفة من الخلايا؟ أما السؤال الثاني، هل العلاج بالخلايا الجذعية يكون أجدى عند الصغار أم عند كبار السن؟ وشكرا. أول شيء نيجي للسؤال الأول، أنواع الخلايا الجذعية. طبعا في المقدمة تعرضنا لموضوع أن الخلايا الجذعية الجنينية اللي هي متعددة القدرات، متعددة القدرات تعطيك أي نسيج بدك إياه. يعني تأخذ هذه الخلايا بدك تطلع منها خلايا تزرعها في القلب بيمشي، بدك خلايا تعطيك جهاز عصبي بتمشي، بدك عظام تمشي، هذه متعددة القدرات. فإن خلايا بالغة هذه بتكون ليميتد، عندها قدرة إنها تنتج بس خلايا الجهاز اللي هي موجودة فيه. مثال خلايا الستيم سيلز اللي في الدماغ. هلا خلايا الستيم سيلز اللي في الدماغ تعطيك خلايا دماغية، سواء خلايا عصبية أو خلايا دبقية أو أو أو. الخلايا اللي موجودة في الكبد تعطيك خلايا كبد. الخلايا الموجودة في النخاع العظم تعطيك أشياء لها علاقة بالدم، هذه بنسميها خلايا جذعية متخصصة. تمام؟ هذا بالنسبة للسؤال، إيش الشق الأول من السؤال. الشق الثاني كنت حكيت على تعديلي يا معلش، أنتوا بتحكوا بسرعة وأنا بلحكش عليكم. تمام مش مشكلة دكتور. هل العلاج بالخلايا الجذعية يكون أجدى عند الصغار أم عند كبار السن؟ نعم. هلا شوفوا اذا بنحكي عن الدماغ راح تنبسطوا انتم علينا، وانا والدكتور مروان ومرعي والشباب حيصيبنا ديبريشن. يا عمي ادمغتكم احسن من ادمغتنا. تمام؟ انتم الدماغ تبعكم، يعني انا بشوف المريض بيجي عندي ولد صغير بده عمليه، بعمل له عمليه اليوم العصر، ثاني يوم الصبح بروح ازوره للمريض بقول يمكن صاحي يمكن مش صاحي، بقول لك قاعد باكل. بيجينا واحد بالجيل تبعنا بنعمل له عملية أبسط من العملية هذيك بقعد أسبوع مش صاحي عليها. فالدماغ تبع الصغير عنده قدرة بسميها بلاستيسيتي، عنده قدرة على الاستجابة كتير أكبر من الدماغ لكل ما تقدمنا بالسن. تمام؟ هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية إنه المحيط، البيئة المحيطة في الدماغ، أنا بحكي عن نسيج الدماغ نفسه، بتكون تسمح للخلايا الجذعية إنها تنمو وتعطينا خلايا عصبية بشكل أفضل بكثير من لما نتقدم بالسن. ليش؟ لأنه كمية الالتهابات، المواد المضرة اللي تعرض لها الدماغ إلى آخره كتير أقل وإحنا صغار من لما إحنا نكبر ويكون مرت علينا أشكال وألوان دماغنا شاف من البلاوي ومن الميكروبات ومن المأكولات ومن المشروبات اللي شربناها وتعرضنا لها بحياتنا ومن تلوثات البيئة وإلى آخره. فمن هذا الباب أنا بحكي إنه العمر الصغير كتير أفضل لزراعة الخلايا العصبية فيما لو لزمهم هذا العلاج. أي سؤال آخر؟ تمام دكتور يسلم. أنا السؤال اللي بعده اسمح لي، خلي رجاء الطالب اللي بده يطرح السؤال نتمنى أنه يفتح الكاميرا إذا ما في مانع. تمام مش مشكلة، هاي الطلاب سمعوا هلأ هم بينفذوا حسب عن الزي ما بدهم. عندنا سؤال من رني مواصف أسعد مصاروة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام.
عندي أكثر من سؤال لو سمحت دكتور. أول سؤال، هل المرضى النفسيين عندهم خلل في خلايا الدماغ بالرغم من ظهور ذكاء نادر على مجموعة منهم؟ السؤال اللي وراء، هل نظرية كون الذكر أكثر ذكاء من الأنثى صحيحة ومربوطة باختلاف واضح في تكوين الأدمغة لدى كل منهم؟ أما السؤال اللي وراء، هل هناك بعض الناس يعانون من النوم بشكل مفرط، حيث إذا ناموا في الساعة 7 ليلا على سبيل المثال سوف يحتاجون إلى النوم مرة أخرى في اليوم نفسه في الساعة 3 في الليل ويستمرون في النوم حتى 5؟ وهناك سؤال آخر، هل الزهايمر مستويات أو أنه بكل حالاته يصنف كزهايمر فقط ليس مثلا من المستوى الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخره؟ تمام، نكتفي؟ بس هيك. تمام، ممتاز. نيجي لا العلاقة بين الـ الأمراض النفسية والخلل في خلايا الدماغ. شوفوا الدماغ زي ما في أول سلايد حطيتكم إياها أنا، عضو من الجسم معقد جدا، وعدد الخلايا اللي فيه كبير جدا، وكل خلية بتلعب دور وبيعتمد على المنطقة. يعني بمعنى إنه ممكن أنت يكون عندك ضرر في بعض الخلايا تؤدي إلى الاكتئاب، وفي نفس الوقت تلاقي خلايا ثانية ممتازة، وبالتالي بتلاقي الولد اللي عنده توحد بتلاقي عنده ذكاء شديد. فالموضوعين مش مربوطات في بعض تماما. يعني انه بعدين ممكن الامور حتى تكون اكثر، يعني احنا حكينا بس موضوع واحد هو عدد الخلايا، دي التشابكات العصبية، هذا موضوع حكيناش فيه بالمرة. تماما مختلف. ممكن مرات تكون عدد الخلايا طبيعي جدا لكن في عندك تشابكات غير طبيعية هي اللي مؤدي لموضوع الاكتئاب أو مؤدي لمرض الاسكيزوفرينيا مثلا، اضطراب الشخصية. أو بس بنفس الوقت تيجي على منطقة المغذية للذاكرة وإلى آخره تلاقيها إنه هذه التشابكات مثلا ممتازة، وبالتالي معطيتنا ذكاء لافت، وبتكون ممكن تكون سيئة جدا وبالتالي تكون إيش إنه الذكاء متوسط أو ضعيف. على موضوع الذكر والأنثى موضوع شائك، وأنا عارف هلا كثير تربطوها أنتم في أمور كمان إنها دخل في موضوع الدين، أو إنه لازم نشهد ثنتين لما بدنا نكتب الدين إنه نشهد ثنتين وإذا رجل نشهد واحد، كل الأمور هذه. أنا بعطيكم موضوع العلم بشكل مجرد. هلا في كثير مشاهدات العلماء شاهدوها في دماغ الرجل مختلفة عنها في دماغ المرأة، ولكن للإنصاف في شغلات تتميز بها المرأة على الرجل وفي شغلات تتميز بها الرجل على المرأة. هلا بما يخص موضوع الذاكرة، في شغلة كانت ملاحظة مثلا إن هي مثلا حجم الهيبوكامبس اللي هي الجزء المسؤول عن الذاكرة، لا شك إنه الموضوع مربوط بالنشاط الذهني. يعني مثلاً تيجي تطلع على أخذوا سواقين التاكسيات في لندن، ولندن مدينة كبيرة وضخمة ومعقدة، ليكي عندهم حجم الهيبوكامبس يمكن 3 أضعاف بعض العلماء. تخيلوا أنتوا. بس هدول ليش؟ لأنه زمان ما كانش عندهم الساتلايت هذا النافيجيتر، كانوا يسوقوا يتذكروا كل الأماكن وكل هذا بس على الذاكرة. ففي بعض الدراسات برضو نفس الشيء بتشير إنه والله الحجم المنطقة هذه من الدماغ أو عدد الخلايا فيها أكبر وفيها اختلاف بين الرجل والمرأة، لكن هذا الموضوع بيظل موضوع شائك، وفي يعني إيش اختلافات بين دراسة وأخرى، مرة تطلع دراسة تقول لك هيك، تطلع دراسة تانية بتيجي بتقلب كل الموضوع. فهل إحنا متأكدين من هذا الموضوع؟ ما حدش عارف. الموضوع المهم جدا اللي أنا بآمن فيه أكثر، إنه حتى لو كان عدد الخلايا متساوي أو غير متساوي له موضوع العامل الهرموني. في عندنا البروجستيرون للمان، وفي عندنا التستوستيرون للفيميل. هذولا كلياتهن إلهن دور في قدرتنا على إنتاج الخلايا العصبية، وبأثرن كلياتهن على إيش؟ على الشسمه، على قدرة الخلايا العصبية لإنتاج الخلايا، قدرة الخلايا الجينية لإنتاج الخلايا العصبية. عشان هيك هلا كثير من التجارب إحنا بتستغربوا، بنيجي بنعمل التجارب على الفئران بناخذ بس
ميلز. ليش؟ لأنه الميل ما فيش عنده اضطرابات هرمونية ولا بلزمنا نكون نشيل نقول هذا ممكن نتج عن هيك. بناخذ بنعمل تجارب، أول تجارب بنعملها دائما على الذكور، ما بنعملها على ذكور وإناث، وبعدين إذا شفنا إشي بنصير نخلط وكذا وكذا. فالأمور هذه الأمور أكيد بتلعب دور. هلأ موضوع النوم المفرط، موضوع النوم المفرط الصحيح إنه موضوع أنا كدكتور جراح أعصاب ما عندي اطلاع فيه، فللأسف الشديد هذا السؤال مش هقدر أجاوب عليه، مش من تخصصي وبلاش أصير أجيب شمال ويمين، ومش من عادتي أفتي بما لا أدري. موضوع الزهايمر طبعا مستويات، طبعا الزهايمر فيه منه بيجي بدري ومنه بيجي متأخر ومنه بيجي بيكون حقيقة يعني بيكون صعب، وبيكون المريض يعني ناسي الماضي وناسي كل شيء، وفي ناس بيكون ناسي شغلات محددة، فمنه مستويات متعددة. وبالتالي الشغلات الصعبة في الوقت الراهن والأمراض المتقدمة من الأزهايمر هذه علاجها صعب جدا، وهي هذه الشغلات اللي اليوم إحنا كباحثين مركزين على إنه نشوف إذا في طريقة ممكن نساعد هذا المرضى بشكل أو بآخر. تمام؟ شكرا دكتور. هيك لا. دكتور بالنسبة للزهايمر شو أقصى المراحل إنه بنقدر يعني أقصى مراحل الزهايمر لوين ممكن يوصل المريض بالمرحلة هاي؟ إيش يعني اللي فقدان تام للذاكرة؟ يعني أقصى مراحله، أقصى إشي يعني ممكن يسوي، يعني آخر إشي مرحلات المريض مثلا، يعني مثلا آخر مرحلة بالسرطان مثلا كذا وكذا، شو آخر مرحلة للزهايمر؟ فقدان تام للذاكرة. لما يصير عندك أنت فقدان تام للذاكرة طبعا شو بترتب عليها؟ هون بتصير الصعوبة اللي هي الفقدان التام للمهارات الاجتماعية. فلما الواحد يفقد مهاراته الاجتماعية هنا بصير الانهيار، بصير بفقد اتصاله مع المجتمع، بفقد اتصاله مع اللي حواليه، وبالتالي بصير يعني هدول المرضى بصيروا يحسوا أن وجودهم وعدمه واحد، هون بصيروا يدخلوا في اكتئاب وبصير يتعبوا شوي شوي، بتلاقيهم فقدوا القدرة على الاستمرارية بالحياة للأسف الشديد. أدي إلى الاعتداء يعني الاعتداء يعني على حد شخص معين جسدياً؟ لا بسبب يعني الزهايمر ممكن بس غير شائع. بس أنت بدك تكوني فاهمي هنا، بما إنه أنت فقدت مهاراتك الاجتماعية فأنت فقدت السيطرة، فأهم وظيفة للدماغ شو هي؟ أهم وظيفة للدماغ اللي هي الذاكرة. فأنت إذا فقدت قدرتك على التحكم الذاكرة الذاتية إذا ما عندكش كنترول، فأتذكرك حكيت لكم الدماغ بميزنا عن الحيوانات. يعني مثلا شو اللي بيمنع البشر مثلا إنه يخرج من بيته عريان؟ الدماغ. لما المريض بيفقد بصير في مراحل الزهايمر المريض بصير يعمل شغلات غريبة عجيبة، شغلات ما يعني ما بتخطر على بالك ان تقول سبحان الله بتغير البني ببطل بني ادم الواحد فينا. خلاص انت القدره هذه فقدتها تماما، وبالتالي اي شيء ممكن يكون بيصير متوقع. تمام طبعا شكرا دكتور على إجابتك على هذا السؤال، بس طلبنا الأعزاء والمشاركين أغلبكم رجاء الالتزام بأسئلتكم في وقت مشاركتكم الخاصة، لأنه بدناش نخرب على الجميع. طبعا أنا أخذ بعين الاعتبار يعني أنتم مستلهفين المادة ما شاء الله، الدكتور مالك أبدع في شرحه اليوم وأنه استهفى قلوبكم إلى المادة كثيرا ما شاء الله، بس أرجو التزامكم برضو بأدواركم. دكتور مروان ترفعت إيدك، بدك تفضل تحكي شيء. شكرا وائل. دكتور عندي سؤالين من فضلك. الأول بعتذر عن الصوت اللي في الباك جراوند دكتور. You are allowed. السؤال الأول، هل في المستقبل المنظور إمكانية لتطوير extension خارجي للميموري للبرين ميموري extension يعني؟ فاهم عليك. اثنين،
الديجيتال اكسبوجر يعني التعرض للكثيف للموبايل والسكرينز والهيك، طبعا هذا بيعمل إشي معين، فمع الزمن وبشكل متكرر اللي يعمل تطورات في تضاريس الأعصاب بالدماغ، لأنه الستيمولانس محددة ومن نوع معين. السؤال تبعي الإيفنتواليتي بالنهاية إذا استمر هذا الحال إنه كان في هذا القصف المستمر من الديجيتاليزيشن على البرين، شو التحولات البنيوية على الدماغ مع الوقت؟ يعني البرين هل قد إلاستيك ومسامح متسامح اللي بيقول لك ولا يهمك سي استخدامي اعمل اللي بدك اياه وانا يعني على قدها، ولا بصير فيه تشوهات الريفرسبل؟ طبعا شكرا دكتور على هذول السؤالين الرائعات. نيجي للاكستنشن للميموري. طبعا حكون بايزد شوي بالاجابه تبعتي، انا من الناس اللي سترونج بليفرز انه اي ثينك سو. هلا شو الشيب تبعها، كيف الشكل حيكون لان نمدد ان ناخذ اكستنشن للميموري، هذا عاده للمستقبل نشوف كيف. لكن انا بتقديري انه هذا حكي ممكن، واليوم في كثير ناس بلشت بتعرف مع الدخول ان نقدر نزرع تشيب على الدماغ. فعمالنا احنا بنقدر نوصل الدماغ مع كمبيوتر، نقدر نوصل الدماغ مع اجهزه، فشو المانع انه هذا الجهاز اللي هلا ضخم يصير تشيب صغيره تنزرع تحت جلده الراس ويصير هو اكستنشن للتواصل والى اخره. يعني اليوم احنا بنقدر نزرع بسموه الستيمولانت، بنزرع على النخاع الشوكي على الدماغ، والمريض بايده ريموت كنترول بشغله بيطفيه. لما بيجي الوجع، بيجي الوجع بشغل، بتقدر تتحكم متى يجي الوجع ومتى يروح. يعني هذا عمليات احنا اليوم بنسويها، شايف كيف، وعمليات ناجحه وبنزرعه، والبطاريه تبعت الجهاز مستدامه شيء 10-15 سنه. يعني ايماجن، يعني بيجينا بجوز بحياته المريض بيجي مرتين ثلاث بس عشان اغير البطاريه. فالامكانيه هذه موجوده. هلا نيجي للستيمولانس. هلا انا تيجي تسالني طبعا، وهلا بجوز اولادي سامعين المحاضره، بجوز اجي اقول لك يا عمي والله في دمار على الموضوع. طلع لا، في شقين للإجابة. الشق الأول إذا بنأخذ الدراسات اللي انعملت على الحيوانات، شو لاكل؟ لاكل إنه الشغلات اللي اللي بتنمي قدرتنا وذاكرتنا والخلايا الجذعيين هتنتج خلايا عصبية، شغلات حقيقة اللي هي بسموها يعني enrichment of the environment. على الانريتشمنت كانت ليميتد لشغلات زي ما حكيت في اول محاضره، التمارين الرياضيه، تروح تركض في منطقه خضراء، تطلع كذا كذا. هلا وين مشكلتنا في الاستيمولانس الحديثه؟ انها جميعها تدرس تحت سيطره الشركات المنتجه لهذه وبالتالي ما في، انا لحد الان قرات بحث اللي اجي في ناس يقول لك طبعا هذه ضاره جدا ودمار، وفي ناس يقول لك ما فيش لها اي اثار، ناس يقول لك لا ابدا هذه بتعمل انريتشمنت وبالعكس كذا، زيها زي انت قاعد بتحضر بتسوق سياره فيرتشوال، اتس ذا سيم ستيميوليشن از اف يو ار رانينج ان هايد بارك. فلما مع تاثيرات الشركات المنتجه لهذه الشغلات صعب تعرف انت، يعني زي موضوع مثلا هل الموبايل والحديث على الموبايل لساعات طويله هل له اثر على اورام الدماغ ولا لا؟ لحد الان لا نشوف دراسه مستقله حقيقيه درست الموضوع. وبالتالي انا بضل انظر لهذه الشغلات زي ما بيقولوها في الانجليزي وذ بينش اوف سولت، يعني بضل متردد وماخذها بحذر النتائج هذه. فبس يعني انه انا بتقديري انه حقيقه الشغلات اللي بدها تكون فيها فائده للدماغ هي الشغلات الطبيعيه الاصليه اللي احنا متعودين عليها بالفريش اير، الاكسرسايز الحقيقي، واللي هي الناتشرال انفايرمنتال ستيمولاي، مش هذه الهيومن ميد. ذيس از ماي اون يعني تيك اون ات. هلا اذا هذا حكي صحيح ولا لا الايام الجاي بتخبرنا. شكرا دكتور، رائع، شكرا. الله يخليك دكتور. نستلم السؤال بعد اللي بعده من أستاذ سامر جمال ذيب زايد. تفضل، المفروض هالمايك مفتوح معك. أستاذ سامر تفضل.
يعطيك العافية. سامر زايد مرشد الهاشمية الثانوية في البيرة. كل الشكر دكتور الرائع على اللقاء الرائع. دكتور مروان شكرا على الفرصة الكبيرة جدا لهيك برامج. وائل شكرا كثير على إدارتك للحوار بطريقة رائعة جدا جدا جدا. دكتور أنا حاب أدخل مداخلة كثيرة. طلابنا ما شاء الله عنهم ما خلوش شيء اللي سألوا عنه. أنا بدي أدخل عن جزئية بسيطة. تفضل. لما عرضت الفيديو للانقسام الخلية العصبية في الدماغ حضرتك حكيت إن في محفزات لنشاط الخلية الدماغية، وإحنا هسه على أبواب مرحلة الثانوية العامة، وطلابنا مطلوب منهم إن يعصروا دماغهم بالحد الأقصى وصولا لاستخراج كافة المعلومات الموجودة أصلا. فشو تنصح طلابنا حضرتك لأغذية معينة اللي تحفز الخلايا العصبية الدماغية اللي نوصل لأقصى طاقة ممكنة لاسترجاع المعلومات؟ وشكرا كثير إليك دكتور. الله يخليك تسلم. هلا موضوع الأغذية كمان زي ما كنت حكينا والدكتور يا أخي خاضع للشركات المنتجة. إذا بتذكر تدخل على الأبحاث عندك لستة من الأغذية، إيش بقول لك هذا منيح وهذا عاطل، هذا منيح وهذا عاطل. يعني مثلا بدك إحنا كفلسطينية بدك الزيت والزعتر، في ناس درست الزعتر والزعتر بخلي الخلايا الجذعية تعطي خلايا عصبية بتحسن، موجود أي يعني الإنترنت موجود بتقدر تطلع. يعني بدك الكمون، بدك يعني في شغلات كتير اندرست، في الشاي الصيني ما بعرف إيش. هلا أنا بدي بلش هذا أعمل لهم دعاية ما بينفع، لأنه كمان تطلع اليوم دراسة بكرة تيجي بتعطل. لكن أنا بدي أنصح نصيحة واحدة لا إخواننا وأبنائنا اللي بدهم يجلسوا امتحان الثانوية، في عدة أمور، وطبعاً أنتوا الأساتذة وأنتوا هذا، بس لكن أنا من ناحيتي كطبيب يعني أعصاب بقول شغلتين. الشغلة الأولى إنه الدماغ يجب أن يأخذ قسط من الراحة مشان ينتج، والشغلة الثانية هذه الراحة لازم يكون فيها النوع من الاستيميليشن. فأنا بقول مثلاً والله أنا اليوم درست 4-5 ساعات بدي أرتاح، حلو أطلع مثلا أروح أركض شوي، أطلع أمشي، أطلع ما أروح إن هذه تكون الراحة تبعتي تكون أقعد على البي أس فور ولا إلى كذا. هذا أنا شخصيا هذه نصيحتي أنا. أنا ممكن أكون كثير منكم ناس من أنصار البي أس فور والآخر يقول لك شو بحكي الدكتور. فهذه من الشغلات الأساسية اللي ممكن تساعد بيخلي الدماغ إنه يأخذ بريك، وبنفس الوقت تخلي الأكتيفيتي والاستيميليشن موجود، واللي بيساعد على إن نعمل كونسوليديشن للميموري. يعني تكون درست وبدك تثبت هذه المعلومات، ما تروح تأخذ إشي تسترس يور برين فيها، لا خد شغلة اللي هي تخلي هذا الاستيميليشن ماشي، بس بطريقة إيش؟ بطريقة تكون صحية، زي إنه الواحد يأخذ تمرين، يروح يأكل أكل يعني مثلاً صحية برضو، السلطات إلى آخره. هذه الشغلات اللي الواحد يركز عليها في فترة الامتحانات. بس موضوع الراحة بيتم كثير مرات بيتم الاستهانة فيه. موضوع الراحة موضوع مهم جدا، إنه الواحد برضو يأخذ قسط من النوم، وبالذات في ليلة الامتحان. يعني مهم جدا إنه الواحد ينتبه لها، لأنه إذا الدماغ يتم استهلاكه بيكون الإنتاج في ثاني يوم بيكون ضعيف ومش بالمستوى المطلوب. شكرا كثير دكتور، شكرا إنك يعطيك العافية. أهلا. طبعا نبدأ هلا بالأسئلة من الشات، وبنرجع بعدين الأسئلة من الطلاب رفعين إيديهم. سؤال من راما جابر، هل يمكن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لصنع خلايا جذعية قادرة على الانقسام وزرعها داخل أجسام الكائنات الحية؟ ألو ألو ألو، سمعت دكتور؟ فقدتكم شوي، راحت الصورة. تمام، سمعت السؤال ولا أعيده؟ سمعت إشي في الطباعة الثلاثية وإشي زي هيك؟ بتسأل إنه يمكن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لصنع خلايا جذعية قادرة على الانقسام؟ هيك مجرى السؤال. هلا الموضوع هذا أنا طبعاً موضوع ما اشتغلتش فيه شخصياً وما عنديش اطلاع فيه بشكل موسع. هلا الطباعة الثلاثية تستخدم أكثر لإنتاج أنسجة.
ومعظم هذه الأنسجة بتكون من مواد مصنعة، يعني مثلاً إحنا بنستخدم الطباعة الثلاثية لإنتاج أجزاء من الجمجمة. لما مريض بيجينا بيكون عندنا مثلاً شلنا جزء نستخدم الطباعة الثلاثية. أنا في حديث عن هذا الموضوع طبعاً على الإنترنت، الآن اطلاع على في هذا الموضوع ما عندي وما اشتغلت عليه، وخصوصاً فيما يخص موضوع خلايا الدماغ. تمام. سؤال آخر من الشات يسأل: هل كون الإنسان ذو موهبة بحيث يستطيع دخول مجال العبقرية في أي شيء يعني ينتج عنه أو سببه يكون زيادة عدد الخلايا الدماغ يعني وما إلى ذلك؟ طبعاً هذا الحكي أجين في عليه أبحاث كثيرة. في مثلا ناس بتجابوا مثلا الدماغ تبع اينشتاين وهل اينشتاين مثلا او نيوتن اينشتاين كان ذكي جدا لانه دماغه مثلا اكبر من دماغنا، ولا لانه في اجزاء محدده من الدماغ هي المسؤوله عن الذاكره، او انه هلا مش الدماغ كمان تعرفوا سطح الدماغ مطوى؟ هل الموضوع له دخل في هذه الكومبلكسيتي، ولا هي الموضوع على مستوى التشابكات العصبية مع بعضها البعض؟ الموضوع هذا ما حد لحديت الآن حط إيده عليه بالضبط، يعني شو هو حقيقة السبب الرئيسي وراء هذه القدرة الخارقة عند بعض الناس. ف يعني في كثير نظريات زي ما عديت لكم اياهم، بس هل احنا بنعرف بالضبط شو هو السبب؟ ما حدا بيعرف بالضبط. تمام. شوفوا هذه مشكلة الدماغ يبقى في علم الغيب. يعني شو قديش ابحاث بنشتغل في الموضوع ما نعرفه، يمكن شيء يعني زي عامل زي الفضاء. احنا كل ما نكتشف كوكب ولا نجم جديد بالفضاء بنقول اوب سايوت، بس الدماغ نفس الشيء، يعني المستور كثير اكثر من اللي احنا بنعرفه. تمام. دقيقه بس نرجع للناس اللي رافعين ايديهم. تفضلي غرام مرعي محمد جعبري، عرفي عن نفسك وتفضلي سألي سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة غرام مرعي محمد جعبري من مدرسة محمد علي المحسبة الثانوية للبنات. شكرا دكتور مالك على المعلومات الحلوة هاي. هلا أنا عندي سؤال على مرض الصرع. مثلا شخص كان عمره مثلا 19 سنة وجاءت نوبة واحدة من الصرع هذا، فمن الفترة هاي ومن 2016 لما أجت النوبة، الفترة هاي هو بياخد بس تيجراتول وما رجعت النوبة من مرة. هلأ التيجراتول هذا إيش التأثير على الصحة للجسم يعني للمدى البعيد، وكيف يعني إنه شو بتأثر يعني للصرع، يعني شو بتعمل للصرع، وكيف نتج أو كيف صار في خلل للشحنات في الجسم في الرأس يعني؟ شكرا. طبعاً هو لما بيجي عندنا تشخيص جديد لمرض الصرع، أول شغلة لازم نسويها إن نشوف الطبيب. الطبيب بده يفحص المريض ويشوف شو سبب هذا الصرع. هلأ الطبيب لما بيفحص المريض كمان بطلب بعض الصور، صور رنين مغناطيسي للدماغ وصور طبقية وتخطيط للدماغ. هذه الأمور كلها مع بعض مجتمعة بالعادة بتساعدنا على إن نعرف شو سبب هذا الصرع. يعني مثلا ما بديش اخوفكم، مرات بيبقى سبب النوبة هذه ورم في الدماغ. فمش كل امراض الصرع نفهمها على انها ما لهاش سبب. اوكي، مرات بيبقى الشحنات الزائده لانه في شغله اثناء تطور الدماغ طلعت من مكانها وتكونت في مطرح مش لازم تكون في المطرح فيه، وهي السبب. مرات 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 أسباب كثيرة ما بنقدر نغطيها كلها بمحاضرة اليوم. هلا هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لعلاج الصرع، هلا زي ما حكينا التشنجات هذه هي عبارة عن شحنات كهربائية زايدة، وبالتالي في أدوية زي التيجراتول بتعمل على تهدئة الخلايا العصبية وتوقيف هذه الشحنات الكهربائية الزايدة، وهيك هو بيشتغل التيجراتول. التيجراتول زي أدوية الصرع الأخرى
له بعض الآثار الجانبية، وبالتالي التجريتور لازم يتم متابعته أول بأول ونشوف نمشي المريض على أقل جرعة ممكنة لأطول فترة ممكنة. في حال إنه المريض صار عنده أي أعراض جانبية لهذا المرض، إذن نشوف إذا بنقدر ننزل الجرعة، وإذا نزلنا الجرعة وبلش يرجع الصرع، فهون في هذه المرحلة بنيجي إحنا نفكر في أدوية أخرى، والأدوية كثيرة في السوق. يعني تيجريتول هو بس دواء واحد من أصل العديد من هذه الأدوية. فالواحد يعني بديش ياكو بس تلقوا مفكرين إنه هو الدواء الوحيد. فصل الانترنت عند فصل النت عند الدكتور. يلا لحظة طلب احكي معه. لحظات وبكون معنا الدكتور، صار عنده مشكلة تقنية. مرحبا. هلا دكتور. تسفين. أنا بسيطة بسيطة. تفضل. آخر سؤال أعتقد إني جاوبته خلصت، ما ضلش عندي شيء أحكي. ما بعرف سؤال ثاني إذا فيه. في ملان أسئلة للأمانة مش هتخلص نهون لبكرة. بديش سؤال واحد. تفضلي غرام. الورم الدماغي، هلا الخلايا الجذعية بنقدر نعوض بدل الخلايا التالفة وهيك يعني؟ عيد السؤال مرة ثانية لو سمحتي. يعني الورم الدماغي مش بناخذ خلايا جذعية، بنقدر نعوض بدل التلف الخلايا يعني التالفة في الدماغ؟ هلا طبعا ورم الدماغ هو مش بس يعني هو خلايا زايدة، يعني في انت عندك خلية عمالها بتنقسم بشكل عشوائي بدون توقف، هذا هو ورم الدماغ. فانت لما تيجي تستأصليه انت بتاخذي كل هذا التشو، هذا يعني هذا خلايا زياده، فانت بدك تشيليها وتتخلصي منها، وبدك تجيبي مواد كيماويه وتقتليها، تجيب اشعه وتقتليها، فالموضوع مختلف تماما. وين الخلايا الجذعيه وابحاث الخلايا الجذعيه بتيجي في موضوع الاورام الدماغ؟ انه برضو الورم باصله من خليه واحده، نعتقد انه بيجي من ستيم سيل. ليش هذه الاستمسل بتصير غير طبيعية وبتصير تنقسم بدون تحكم؟ ما حد بيعرف، وعشان هيك احنا عمالنا بندرس فيها. تمام؟ بندرس انه كيف احنا لو فهمنا كيف تتطور الامور، كيف تتطور الاورام هذه، ممكن اننا نطلع بعلاج لها. فهون بتيجي الخلايا الجذعية، بس مش مطلوب الخلايا الجذعية انها تعوض
بدل الأورام، لأن الأورام خلايا زيادة، بالعكس عم نخلص منها. تمام؟ تمام. أي سؤال آخر؟ السؤال اللي بعده، طبعا أعذر للجميع إنه مش حنقدر نغطي كافة الأسئلة، إنه ما شاء الله في تفاعل ممتاز مع هذا الحوار. تفضلي ليان الرجعي. ليان شوك محمد الرجعي. مرحبا، أنا ليان شوك الرجعي من الصف 11 علمي من مدرسة بنات دور الثانوية جنوب الخليل، باحثة في مجال النانو تكنولوجي مع زميلاتي زينة وسلسبيل، وباحثة أيضا في مجال البارتيكل فيزيكس. وحابة أسأل سؤالين بس باللغة الإنجليزية، عادي؟ تفضلي، بحاول. The first question has to do with brain tumors and particle collisions. So I read that you can cure brain tumors using particle collisions. And one of the benefits from this is that instead of a nuclear reactor, it could be reduced the amount of security required at treatment facilities. And while treatments using the reactor took a number of hours to complete in the past, the use of a particle accelerator could speed up the patient's visit to 10 to 20 minutes. So if you read about this in the past, then how come we don't use particle collisions to cure brain tumors? And my second question is, I've been recently digging deeper into stem cells in general this month specifically, and I have a question that I couldn't find the answer to while reading some scientific researches. Why do stem cells have high, sorry if I read the words wrong because they're scientific terms, why do stem cells have high alkaline phosphatase activity, which helps break down the proteins? Thank you. Thank you. والله سألتك صعب يا ليان، باسم بنتي ليان، هلا أنا بدي أعاقبها على حسابك لليان. I'll try. Look، هلا بالنسبة للسؤال الأول، طبعا أنا مش تخصص البرين تيومرز، يعني بتعرفي أنت في نيورو سيرجري you go and then you start subspecializing. For my research is not focused on this. Lakin my reading is probably the same as anybody's reading in the public. Yeah, there are lots of technologies to treat brain tumors. The main problem with the brain is how to get access to the brain itself. Yeah, and the main barrier, physical barrier, is the skull. Yeah, how would you increase these collagens and bring that? This is one of the challenges. Yeah, then the second thing, if you're going to use like chemicals stuff like that, the big question: would these chemicals cross the blood-brain barrier? The blood-brain barrier is a physiological barrier between the blood and the brain tissue itself. Yeah, without crossing this, the drug or whatever like particles will not have an effect on the brain. Now, the one good thing about the brain tumor, the one single good thing about the brain tumor, that the blood-brain barrier itself is broken when it comes to the brain tumor. So accessibility is a little bit better, but not all the drugs are able to cross to the tumor. So this is for this question. Now, concerning the stem cells and alkaline phosphatase, I have not read about it myself again. This is about the metabolism side of things, but my gut feeling that these are very highly metabolic active cells. It means that they divide, and to divide, you need to keep replicating your protein, you need to replicate your DNA all the time. But it will be related to their metabolic machinery, and this is why probably they would express certain enzymes and certain proteins which are required for metabolism of these cells. Tamam? Thank you. طبعا شكرا للدكتور على جاتك السؤال. عندنا هلا الطالب احمد فراس احمد ابو دواس، لو سمحت افتح المايك واسال سؤالك. يعطيك العافيه دكتور، يعطيكم العافيه جميعا. يعطيك العافيه دكتور، بدي اسال سؤال. هس كيف ممكن ان نتحكم في الدماغ اللاواعي في الحياه العمليه؟ كيف إنه ممكن ننس يعني نخلي الدماغ اللاواعي هو فعلا الدماغ اللي شغال في الحياة، إننا مثلا نقرر فيه ونعمل أي كل الأفعال من خلاله مش الدماغ الواعي؟ شو مقصود في يعني كيف يعني؟ مش فاهم عليك، إيش قصدك؟ هسا الدماغ بقى يعني
خلينا نقول اللي هو دماغ واعي ولا واعي، اللي هو أن مثلا الدماغ الواعي اللي هو اللي احنا بنمارس فيه حياتنا العادية لما نكون صاحيين وإشي، يعني بنعمل كل أفعالنا فيه صحيح. صح من خلاله. أما الدماغ اللاواعي بيشتغل لما احنا ننام صح؟ مظبوط. بس كيف احنا ممكن يعني مثلا كيف يعني مثلا انت نشاطاتك اليوميه هلا انت ماشي بالشارع انت بتحكي للقلب تبعك انبض؟ اكيد لا. انت بتفكر متى تاخذ نفس؟ برضو لا. فهنا عندك ان البرين ستيم او اللي هو السب كونشس ليفل في سيرتن ليفلز ار رانينج اون ذير اون، يعني عندك انت جهاز عصبي مختص لحاله قاعد في الامعاء عندك. انت لما بدك تقبض ايدك بتحكي انا بدي احرك ايدي وبتنوي، لكن انت بتحكي للامعاء تبعتك متى تنقبض ومتى تتوقف عن الانقباض، هذول بيشتغلوا لحالهم. هلا هذه الشغلات اكثر شيء بيتحكم فيها اللي هي الهرمونات تبعتنا، بمعنى انت صح ما بتحكيش لقلبك انبض، لكن اذا خفت قلبك بصير ينبض بسرعه. ليش؟ لانه بيتم افراز بعض ايش زي الادرينالين وغيره وغيره وغيره. ومشان هذول مهمات جدا. ليش؟ عشان تعطيك الطاقه لما تخاف من شيء وبدك تركض او تهرب، تعطيك الطاقه انك تهرب وتزيد كميه الدم الواصل للعضلات مشان تزود العضلات عشان انت تقدر تهرب. فهذه عمليه كيف انت تتحكم فيه. يعني في عندك برضه تنساش انت صح الدماغ موجود، بس انت عندك اجهزه اخرى عمالها مرتبطه مع بعضها البعض، كلها بتشتغل مع بعضها البعض مشان تخلي الجسم انه اداء الجسم يكون اداء متميز بالشكل اللي انت بدك اياه في اللحظه اللي بدك اياها لهذيك الوظيفه اللي انت بدك اياها. بس تعليق يا دكتور، هسه الدماغ اللاواعي قدراته خلينا نقول تفوق الدماغ الواعي؟ يعني هي مش مقارنه بين دماغين، فهمت كيف؟ يعني الدماغ الواعي انت هلا مثلا لما انت تنام انت بطل عندك سيطره على جسمك صح، انت نايم، بس صار الدماغ اللاواعي هو بيتحكم مشان يخليك تتنفس وانت نايم، خلي القلب ماشي الى اخره الى اخره صح. هلا انت بمجرد ما انك تصحى انت عمليا عمالك تتحكم في الدماغ اللاواعي. وهذا من ميزات الدماغ. يعني انت اللي بتقرر بالاخر اذا بدك تركض، وبالتالي لما تركض تطلع بعض الرسائل انه يا عمي انا بدي اركض هلا فانا بدي ازيد عدد نبضات القلب. مين اللي بزيد عدد نبضات القلب؟ تطلع رسائل من هناك من الدماغ اللاواعي الى القلب الى اخره الى اخره. بس كيف الآلية وكيف التحكم؟ يعني بالآخر يعني هي الدماغ الواعي هو بتحكم بكل شيء بالآخر. يعني انت صاحي انت هيك بتتحكم بحياتك اصلا. شكرا لك دكتور. اهلا. تفضل كرم مازن عواد، عرف عن نفسك والمايك هي مفتوح معك. بالسؤال الأول، هل هناك علاقة بين نزيف الدماغ والخلايا الجذعية؟ السؤال الثاني، هل هناك علاج لنزيف الدماغ؟ تمام، سؤال حلو ممتاز كتير. نزيف الدماغ هو عبارة عن سكتة دماغية. هلا السكتة الدماغية ممكن إنه شريان ينفجر وينزف، أو شريان يسكر وبالتالي يصير تلف في الناحيتين، بصير عندي تلف في الدماغ اللي هو تحت مسمى برين دامج، تلف في الدماغ. فدام صار عندي تلف زي ما حكيت لكم الخلايا الستيم سيلز اللي في البرين بتبلش تشتغل. ليش؟ لأنه بتحاول تعوض هذا التلف إن أمكن، لكن المحيط البيئة المحيطة بهذه الخلايا هي اللي بتسمح لهاش إنها تعوض التلف في الوقت الراهن. عشان هيك زي ما حكيت كل الأبحاث تبعتي كيف شفنا إنه الالتهاب إذا سكرناه بصير الخلايا تنتج خلايا عصبية وبصير تؤدي الوظيفة المرجوة منها. هلا علاج النزيف الدماغي، طبعا كثير في انواع من انواع النزيف الدماغي، وبعتمد على شو السبب ومن وين اجى النزيف. هل هو انفجار في شريان كبير؟ هل هو شريان صغير؟ وين هو؟ هل هو فقط على سطح الدماغ؟ هل هو في داخل الدماغ؟ مسميات كثيره بدي اشتغلكم فيها،
لكن العلاج يقسم إلى عدة أقسام. العلاج الطارئ اللي هي ندخل المريض على المستشفى ويتم إنقاذ حياة المريض من حيث إنه إحنا بنزوده في كل ما يلزمه، إذا بيلزمه مش قادر يتنفس تحطه على علاج تنفس إلى آخره. إذا إذا النزيف عم بيضغط على الدم ممكن تعمل له عملية وتفضي هذا النزيف. إذا النزيف غير متوقف إنك تلاقي من وين عم ينزف وتوقف النزيف. كل هذه بتدخل في إيش؟ في إطار علاج النزيف الدماغي بشكل مبدئي أولها. بعدين هلا عندك صار تلف، بدك تحاول أنت تخلي هذا التلف يصلح نفسه. كيف تعمله؟ هذه اللي هي عمليات التأهيل. بسمع مريض كان في المستشفى بعدين ودوه على التأهيل. التأهيل هذا عشان تخلي خلايا الدماغ تصير تحاول تصلح حالها ما أمكن. وهون أنا بعتقد الخلايا الجذعية بتلعب دور. وهون كتير للأيام في أبحاث تطلع عشان نشوف إذا بنقدر نتحكم في هذه البيئة المحيطة في الخلايا عشان نخلي عملية التأهيل تصير أفضل، وبالتالي يصير إنه المريض بدل ما يكون عنده شلل نصفي أو مش قادر يحكي وكذا يصير بلكي للمستقبل يصير أفضل. فالعلاج هو أقسام ومراحل. المرحلة الأولى إنك تحاول تنقذ حياته للمريض، وبالتالي معظم الأحيان بتكون هي بعد نزيف الدماغ إنه تم العملية وتنقذ حياة المريض هي الخطوة الأساسية. شكرا دكتور. أهلا بك. طبعا دكتور احنا اسف على تاخيرك، بس بدنا ناخذ اخر بضعه اسئله قبل ما نختم اللقاء. سؤال من ثواني، بس سؤال محمد برهان يقول استخدام الخلايا الجذعيه في علاج اصابات النخاع الشوكي يعني ممكن ولا غير ممكن؟ طبعا التي تسبب الشلل النصفي والرباعي. نعم صحيح، هذا موضوع هلا زي بحكوها very hot topic وعليها ابحاث كثيره في الوقت الراهن. النتائج تبعتها ما دون المستوى المطلوب، وبالتالي بنسمع كثير ناس يقول لك فلان بده يطلع يسافر عشان يتعالج كذا كذا. لسه الامور هذه ما فيش فيها ابروفال من الجهات الرسميه، لكنها واعده ويعني تقريبا خلينا نحكي بلشنا نوصل لش كيف انه ممكن احنا نعالج إصابات النخاع الشوكي في الخلايا الجذعية. لكن لحد الآن ما بنقدر ندعي إنه هذا هو علاج موافق عليه من قبل الجهات الطبية الرسمية. لازلنا في طور الأبحاث ولازلنا في طور الإنتاج، وإن شاء الله السنين الجاي تحمل معها أخبار سارة للجميع. تمام. آخر سؤال آخر سؤال من محمد أمجد رشدي، هل زراعة الخلايا الجذعية لها دور في علاج التوحد؟ ما عنديش علم في الموضوع إنه لها دور في علاج التوحد. هلا في عندنا هون مجموعة بكاردف بتدرس في موضوع التوحد، بتدرس في الخلايا تغييرها، لكن لانه انا المعلومات اللي عندي هذه الخلايا عند المرضى التوحد في عندهم كثير شغلات مش طبيعيه في هذه الخلايا، فانا اتوقع في المستقبل انه يكون لها دور وعلاج. تمام. طبعا شكرا لكل المشاركين، بس بعد ذر توقفنا عن تلقي الاسئله. طبعا شكرا لك برضو دكتور مالك، وبسلم الفقره الختاميه للاستاذ ايوب مدير عام الاشراف في التاهيل التربوي. تفضل استاذ ايوب. أستاذ أيوب بس تفتح المايك أستاذ أبو سامي. أسعد الله مساءكم. يعني هاي الأمسية الجميلة اللي حقيقة يعني الدكتور مالك أبدع وإن شاء الله يكون لهذه المحاضرة أثر على اتجاهات إيجابية لطلبتنا نحو هذا التخصص في المستقبل، وهذا ما نطمح ويطمح معالي الوزير وسياسة الوزارة في ذلك. ولكن يا دكتور يعني بصراحة الموضوع يعني أنا تابعته كله يعني بصراحة أحكي لك إياها، اللقاء كان شيق جدا الله يعطيك العافية، لكن بدنا لقاءات وليس لقاء، يعني بدنا نكون طماعين شوي، لأنه حقيقة المواضيع اللي انطرحت يعني كبيرة جدا، ويا ريت
يا ريت يكون في تخصص في 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 اللقاءات الجاي، يعني ناخذ جانب جانب، لانه انطرحت كل المواضيع بشكل كبير وكبير جدا على طلبتنا، ولكن انا شفت نسبه التفاعل ما بين طلبتنا والاسئله اللي بتدل على انه طلبتنا يعني عندهم فكر ورؤية نحو المستقبل، وان شاء الله هذه المحاضره تفتح لدى البعض افاق في اختيار التخصص اللي بلائم شخصيته وطبيعة تفكيره. وائل، أبدعت يا وائل في هذا اليوم، شكرا لك، وشكرا لمدرسة الهاشمية، وشكرا لمدير مدرسة الهاشمية على انه دائما احنا نشوف طلبتنا مميزين في إدارة هذه اللقاءات. شكرا لكل من شارك من المدراء والمدراء العامون، واخص بالذكر الشريك اللي دائما موجود معنا الدكتور أيمن، وبشكر بشكل خاص أخي لازر وأخي مرعي اللي يعني مواكبين لهذا الحدث دقيقة بدقيقة. بتأمل ما تغيبش علينا طلتك يا دكتور مالك، إنك يعني إحنا طمعانين، ويعني بصراحة طماعين إن نظل نشاهدك مع طلبتنا باستمرار. كل الشكر والتقدير لكم، وتحياتي لكم جميعا، ويعني إن شاء الله بلقاءات وجهية يا دكتور بتكون لدينا في فلسطين، سواء في كافة المحافظات من المحافظات الجنوبية وحتى المحافظات الشمالية. تحياتي لكم وشكرا للجميع. شكرا لكم على هالكلمات الرائعة، يعني إحنا إن شاء الله مش هنقطع عنكم، هنكون معكم، وهذا يعني وعد من الدكتور مالك لكم إن شاء الله. زي ما حكيت نكون لنا كمان زيارات ونشوف طلابنا بالمدارس، ما شاء الله يعني مستوى الأسئلة بيعكس مستوى عالي ومستوى راقي من التفكير حقيقة. يعني أنا اليوم بسطت حتى نفسي، أنا في أسئلة حقيقة أول مرة بفكر فيها، يعني سئلت أسئلة كتير كتير متميزة ومتقدمة ما شاء الله. فهذول هم المستقبل الواعد لهذه البلد، واللي إن شاء الله بدنا نعتمد عليهم مشان إنه يكونوا فينا. فيعني جدا جدا أنا سعيد إني كنت اليوم، وكنت دائما وحطيت على الفيسبوك إني كنت أنا متطلع لهذه اللحظة، ولا أنا يعني متطلع إني أرجع مرة تانية كمان أكون معكم مرة ومرتين وثلاثة إن شاء الله والمستقبل الجاي. ويعطيكم ألف عافية جميعا، كل في باسمه وصفته، يعني ما كسرته ما وائل أبدعت، أعطيك العافية. شكرا لك، يعطيك العافية دكتور. شكراً 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 يا وائل، يعطيكم العافية، إلى اللقاء في اللقاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله، هلا، يعطيك العافية، شكراً لكم، سلمت، هلا، يعطيكم العافية جميعاً، السلام عليكم. مساك يا ست أمل، الله يسعدك، الله يبارك فيك.